بابتسامة جميلة نقول لكم مساء الخير عليكم وحلقة جديدة وإن بوكس. النهاردة كالعادة معانا فقرات متميزة ومتنوعة ومختلفة، لأن الحلقة متميزة ومختلفة. بس قبل ما نتكلم عن فقراتنا النهاردة، خلوني أسلم على نوران مثنى. اتنين. ازيك يا نوران؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. يوم جميل ان شاء الله، مليان افهات كده ومعلومات وحاجات خفيفة وحلوة. حاساك متحمس قوي ومتفائل وعندك طاقة ايجابية كده ونشيط، صح؟ مش عارف انا جايب الحاجات دي منين بقى؟ مش عارف. اكيد ان شاء الله. لا ان شاء الله الايام دي تبقى كلها خير وسعادة وطاقة ايجابية، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل السادة المشاهدين بألف خير. طبعا أعياد كتيرة جاية ورا بعض، عيد المسيحيين كل سنة هم بألف خير، وطبعا شم النسيم، وكمان رمضان، رمضان كريم علينا يا رب دايما. احنا معانا النهاردة فعلا فقرات كتيرة قوي مختلفة ومتنوعة، فعلا فقرات مفيدة هنتكلم فيها. آخر فقرة معانا هيبقى معانا مهندس طالب أحمد ناصر، ولد لطيف جدا حب يعمل مبادرة لطيفة للخير للأطفال من خلال فن البانتومايم، أو أنه هو يحاول يلبس لبس المهرج وينزل الشارع ويوعي الأطفال ضرورة التوعية من فيروس كورونا وأهمية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والجوانتيات في الإيد، وإيه هي الإرشادات العامة المفروض نتبعها وتحديدا الأطفال الأيام دي تجنبا لفيروس كورونا. شيء جميل جدا وحاجة طريقة توعية متناسبة للفئة اللي هو بيتعامل معاها، وإن شاء الله تجيب نتيجة أحسن. كل ده هنتكلم فيه في الفقرة الأخيرة. أما بقى الفقرة الثانية، فالفيسبوك بتتكلم عن إيموجي جديد، الحضن، وده هنتكلم فيه بقى بالتفصيل في الفقرة الثانية. الإيموجيهات بقى اللي كنا بنستخدمها في الفيسبوك، إيه الجديد، ظهرت إمتى، كل التفاصيل دي هتكون معانا ونحكي فيها في الفقرة الوسطى. يمكن كمان الفيسبوك عمل الايموجي الجديد ده هو تضامنا مع فيروس كورونا. يمكن السوشيال ميديا دايما بتعبر عن الاحداث بطريقتها، سواء جوجل محرك البحث الاشهر في العالم او الفيسبوك او انستجرام، دايما بيبقى ليهم كده شعار معين يقدروا يتوحدوا بيه مع الناس كلها تضامنا مع الظروف اللي بتحصل. اما دلوقتي بقى طبعا، وان احنا يعني يعتبر في ايام شم النسيم والناس لسه ما خلصتش اكل الفسيخ والرنجه، وان احنا يعني بنقول لكم حاولوا تقللوا شويه من اكل الاملاح دي في الفتره دي تحديدا. طب يا نوران، الفسيخ اللي في الثلاجه يعني هنرميه؟ ما احنا لازم نخلصه حتى اخر قطره. ومين قال لك ان الناس مش هتاكل، ولا انت مش هتاكل، ولا انا مش هاكل؟ اكيد كلنا. دي اكله مصريه، دي بتاعتنا. حلو، بس يعني عارف لو الناس مثلا خففت شويه اكلها، يعني عشان بس المخاطر اللي بتحصل الايام دي، وتحديدا الفسيخ بيبقى تقيل شويه وحامي على المعده يعني. لكن طبعا الناس تاكل وتتبسط يعني. فاحنا معانا كمان بنت لطيفه قوي بتعمل المجسمات صغيرة للأكلات الشعبية اللي موجودة في مصر، واللي مصر دايما معروفة بيها. كان ليها قبل كده مجسمات كتيرة جدا للكشري والطعمية والأكل الشعبي المصريين دايما بيحبوه متعودين هم ياكلوه. يمكن المرة دي حبت تحتفل بشم النسيم بطريقة مختلفة، إن هي تعمل مجسمات للفسيخ والرنجة والبصل، وايه كمان بيتاكل، والليمون، كل بقى تفاصيله. بصي هي القصه على فكره، هي لو عملت الاكل ده بقى حقيقي كده مش هنتعب من الفسيخ، لانه حاجات صغيره، منمنمات. منمنمات. فاكره الكلمه دي؟ منمنمات. منمنمات. يعني انت لو جالك كده فسيخه صغيره قوي وهتاكلها مش هتتعب منها؟ ممكن تاكلي 20 رغيف و40 فسيخايه وتطلبي الارقام بقى زي عادل امام في الفيلم، تقعدي تطلبي ارقام وعادي. بس انت عارف دي بتبقى قد ايه؟ يعني دي بتبقى اصغر من عقله الصباع كمان. ما هو عشان ومش هتجيب حموضه غير برضه حموضه منممات. بس انت عمر اكلك اصلا مش اكيل قوي، يعني مش بتحب الاكل، فالموضوع مش عايز اقوله عشان ما تحسدش قدام المشاهدين. انا باكل كويس والله. طبعا الصوره كمان ده من شغلها. الله. دي حاجات صغيره جدا، اي سمك في سيخها صغيره جدا. احنا معانا اهو على الشاشه، يعني انا يعني دي المنممات او المصغرات بقى للرنجه والليمون والبصل والفلفل، بس في الصوره انا حاساها كبيره. لا ما هو هي حاطه جنبها، مصورها جنب جنيه عمله. علشان توري لك حجمها الطبيعي بالنسبه للجنيه. بس شكلها حلو، حتى الطقوس يعني حاطه جرنان، الناس بتاكل بقى المصريين لما بييجوا ياكلوا فلفل اخضر والعيش كده. البطارخ كمان بقى مصغرات اللي بنطلعها هنشوفها بالعدسه المكبره. تحب البطارخ يا عمر؟ لا تحبهاش. انا بحب الفسيخ بس ما بحبش الرجه. بس مع ان انت عكس الناس، ما ناس كتير قوي تحب الرنجه وتحبش الفسيخ. لان الرنجه اكلها خفيف شويه على المعده. دي هي المشروع ده. طيب احنا عشان نتكلم اكتر، احنا معانا عزه على التليفون، طبعا صاحبه فكره المصغرات والمنمنمات للفسيخ والرنجه احتفالا بشم النسيم. عزه عاطف منورانا في ان بوكس، كل سنه وانت طيبه.
وانتي طيبه يا حبيبتي، شكرا. ايه اتفضلي يا عم. انا اسلم عليك الاول، واولا بحييكي على المشروع اللي انت عاملاه، بس عايزين نعرف يا عزه بدايتك كانت امتى في فكره توثيق الاكل الشعبي المصري الاول، وبعدين نتكلم عن الفسيخ. الاول كل سنه وانتم طيبين. وانت بألف خير. كنت عايزه اقول ان انا بدات من 3 سنين تقريبا ان انا اشتغل بالسلطان، بلعب بيه مجرد لعب يعني، لحد ما في يوم كده بدات اعمل اكل، عملت كبده اسكندراني ومكرونه بالبشاميل، ولقيت الموضوع كان لطيف. بماتيريال حقيقيه؟ لا لا بالصلصال، وحجمه صغنن جدا، قريب تقريبا يعني طبق المكرونه بالبشاميل كان قد الجنيه بالظبط. حتى صورته موجوده عندكم. ما احنا بنعرف كل الصور شويه. اتفضل كمل. تمام. فاول ما عملتهم لقيت نفسي الموضوع لطيف ولذيذ، بطلت بقى كل الحاجات التانية اللي كنت أعملها سواء ميداليات أو حاجات كده، وبدأت أشتغل في الأكل، لقيته ممتع وبالنسبة لي دي كانت أهم حاجة يعني. طيب يعني عزة، إحنا لما شفنا الصور على الشاشة حسينا إن هو كأنه أكل طبيعي جدا، يعني إحنا قدامنا الكشري والصلصة، الليمون، دي أحلى حاجة ممكن أسمعها. يعني الرنجة، البصل، الحاجات دي كلها مستحيل تقولي لي إن هي بصلصال، لأنه هي شكلها طبيعي جدا. حتى بيض العيون دلوقتي قدامنا، هو أنت بتستخدمي إيه؟ اول كلامك فرحني جدا والله. بصي، هو صلصال حراري بيبقى شبه صلصال الاطفال بالظبط، بس بيبقى انشف شويه يعني، بيحتاج مجهود بس عشان اطريه. وفي حاجه اسمها ليكويد بلاي، بيبقى صلصال بس سايل. وممكن ادي افكت شويه بسوفت باستيل، الوان كده شبه التباشير. بتلونيهم بس ما فيش. ممكن بقى لمعه في الاخر، بيبقى بورنيش او حاجه، بدي اللمعه الجامده اللي بتديكي اساس ان الحاجه سايله قدامك. يعني مش سايله يعني. بتلوني الصلصال بعد ما بتعملي المجسم على لا هو صلصال ملون. هو ملون. لو انت قدامك البيض دلوقتي اطرافه محرمشه كده شويه، الحرمشه دي او القرمشه دي انا مديها لها افكت بلون صفت باستيل بني مثلا. جوعتينا يا عزه. طب بتعرفي تعمليها في الحقيقه؟ يعني البيض بتعرفي تطلعيه كده مقرمش كده من الجناب وكده ولا ايه؟ والله بيقولوا ما هو اكيد لازم يبقى اصل وصوره. طيب لو كلمتينا عن، انت درستي اصلا الحاجات دي ولا هي هوايه؟ لا والله لا، انا بكالوريوس تجاره يعني، كليه الشعب مالهاش اي علاقه بالفن والحاجات دي. بس انا من وانا صغيره وانا بحب الرسم قوي، وبرسم فحم، وبرسم يعني ليا في الجو ده شويه اكتر من التجاره كتير اكيد يعني. طيب عايزه اقولي لي، يعني يمكن احنا عارفين ان انت وزي ما اتكلمتي دايما بتعملي مجسمات للاكلات الشعبيه المصريه الجميله اللي احنا كلنا بنحب ناكلها ومعتزين بيها جدا، لكن ايه اللي خلاكي تعملي السنه دي شم النسيم، الرنجه والفسيخ والبصل؟ هل في رساله معينه حابه توصليها للناس؟ يعني عشان كورونا والاجواء اللي احنا عايشينها. كانت فكره جوزي ان انا كنت عامله الفسيخ قبل كده، فقال لي لا زودي رنجه واعملي افكار جديده. وبعدين هناكل وهنتبسط وهنعمل كل حاجه، بس في بيوتنا بقى للاسف يعني. للاسف. ما هو مش مشكله، ما هي الظروف بتعدي علينا فبنضطر ان احنا نتلائم او يبقى في مرونه علشان نقدر ننبسط في الوقت ده. بالظبط. طيب. ربنا يهون. هو بس التجميع الحلوه بتاع كل سنه حرمنا منها بس السنه دي. انت عارفه يا عزه، انا عاجبني في صوتك ان انت عندك طاقه ايجابيه وتفاؤل حلو قوي. تسلميلي. تسلميلي يا رب. طيب لو حكيت لنا بقى وقلت لنا عن انت ناويه تروحي فين بالحاجات اللي انت بتعمليها؟ بص هقول لك على حاجه، انا الاول تروح على اول الشارع. نوران بصي بتقول ايه؟ مش دعوه. ما ينفعش، لازم بتقول ايه بس ما سمعتش. بتقول هتروح على اول الشارع، هي على الام عشان هي اسكندرانيه صح؟ وانا كمان حبيبتي. لا انا بقول لك المفروض تروح على الام بقى عشان انت اسكندرانيه ولا ايه؟ ايوه بالظبط صح. قولي لنا بقى ناويه بكره في ايه؟ بص انا الاول بدات الموضوع من غير ما افكر في بكره. انا المفروض ان انا مامي وعليا ضغط شغل كتير في البيت، فلما بيناموا كده الولاد بفضل العب شويه مع نفسي ارفه عن نفسي. بس لقيت ان الحاجه لما بنزلها على النت بتدي فيدباك غريب فاجئني. يعني مثلا هقول لك حاجه، انا دلوقتي اتفاجئت ان في مامات كتير بتبعت لي شغل ولادهم تحت 10 سنين بيعملوا اكلات مصغرات وبيحطوا برده جنبها الجنيه، بجد حاجه تفتح النفس يعني. انت بدات تشجعي الاطفال ان هم يعملوا زيك اللي عندهم الموهبه. يعني دلوقتي بالظبط، يعني انا دلوقتي عامله مسابقه على البيج بتاعتي للاطفال تحت 10 سنين بمناسبه رمضان، يعملوا لي اكلات او يعملوا فوانيس او يعملوا شخصيات فنانيس بتاعت رمضان دي، ويحطوا جنبها برده العمله عشان يبينوا قد ايه حجمها صغير،
وبعدد اللايكس بقى وكده المسابقه شغاله. يعني في تفاعل كبير قوي من الامهات واطفالهم. اقول لك بقى جمال الشغل ما شاء الله ولا قوه الا بالله بجد، الاولاد يفرحوا القلب. طيب انا عجباني الفكره بتاعت الاطفال دي قوي، يعني ممتعه بالنسبه لي جدا. طيب تعالي نتكلم بقى شويه عزه عن فكره تنشيط السياحه والتوعيه. هل المصغرات دي مثلا بتعملي بيها معرض في اجانب بيتفرجوا بيطلعوا على شغلك سواء من خلال السوشيال ميديا او معارض اونلاين زي دلوقتي الناس كلها بتتجه اونلاين عشان تقدري تعرفي الناس والثقافات المختلفه على ثقافتنا احنا كاكلات شعبيه وكتراث مصري قديم؟ الفانز برضو هم اللي خدوني للحته دي، يعني انا اتفاجئت ان البيج بتاعتي عليها قريب كده هجوم كده من ناس مش مصريين كتير وبيقولوا لي كلام بجد يفرح قوي. لسه حد مكلمني من يومين على موضوع المعارض الاونلاين دي وبصراحه الفكره عجبتني. فقلت اوكي ماشي، قالوا لي بس اسبوع او حاجه هنبدا فيه، فانا ان شاء الله بجهز له. بالنسبه بقى للاجانب لا كلامهم ممتع بصراحه، وفي عرب يعني معظمهم بيتكلموا. طب احكي لنا عن ردود الافعال، يعني الكلام الممتع اللي بيسعدك كلمنا عنه. لا ردود الافعال دي والله بتدمعني وحياة ربنا. طب احكي لنا، عايزين ندمع معاك. انا بتفاجئ، اقول لك والله بتفاجئ، يعني انا ساعات انزل مجسم مثلا وابقى عارفه ان ماشي حلو ان شاء الله يا رب يعجب الناس يا رب يقرب من الحقيقه، اتفاجئ ان مثلا من الكومنتات الحلوه بقى ايه ده انا بفتح بحسبه اعلان مطعم، لا انت بتكذبي، لا 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 ده فوتوشوب وانت مكبره الجنيه ومصغره الاكل. الحاجات دي بقى كده بصراحه بتبقى لطيفه قوي، يعني بحس قد ايه ان انا نجحت وان انا وصلت للشكل الحقيقي على قد ما قدرت يعني. طب لو رجعنا خطوه لورا واتكلمنا تاني عن موضوع الاطفال، فكره تعليم الاطفال الصلصال ان هم يطلعوا النماذج دي بالشكل النهائي ومنمنمات ومصغرات، هل ده بيبقى سهل على الطفل ولا بياخد وقت كبير؟ انا اتفاجئت، انا كنت بحسب الموضوع صعب. بص هو بناتي عندهم حته فن من النوع ده وبيحبوه بيقعدوا يقلدوني وبيطلعوا حاجات حلوه. لا ما هو بنات حضرتك دي اكيد جينات. احنا ما انا قلت كده، قلت دول اكيد بيتفرجوا عليا كتير فاكتسبوا الموضوع. انما لما عملت المسابقه وجات لي المشاركات بتاعت الاطفال انا متفاجئه والله، بقيت عماله اقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله لاهاليهم، ايه ده ايه الجمال ده، يعني حاجه تفرح جدا. وبرده بيقولوا لي ان هم يعني في كذا حد مقلد شغل ليا، بيحط الصوره قدامه ويحاول يقلدها على قد ما يقدر. فقلت والله يعني حتى ممكن قدام شويه بس ان انا اعمل كورس للاطفال دي ومن غير مقابل، انا مش بتكلم في فلوس خالص، هعمل لهم كورس وانزلها لهم عشان فكره الاطفال ممتعه. ورش ورش هتبتدي في الورش بقى وتبتدي تعلمي الفن ده لاجيال جديده. ممكن جدا ممكن جدا. طب عزه جدا لان هم ممتازين بصراحه ما شاء الله عليهم يعني. طب زي ما في اطفال منبهرين بشغلك وبيحاولوا ان هم يبعتوا لك ويقلدوا شغلك، اكيد في كمان كبار بيتواصلوا معاكي عندهم برضو الفن ده او حابين يعملوا فن المصغرات او المنمنمات، هل في ناس كبيره شباب بيبعتوا لك شغلهم حابين يشاركوا معاكي او تعرضي لهم شغلهم على الصفحه بتاعتك؟ في كتير والله، وفي كتير كمان بيبقى طالب يعني بيبقى عايز يفهم الدنيا ماشيه ازاي، ايه الماتيريال وممكن اجيبها منين وممكن اعمل ازاي. على قد ما اقدر بحاول ارد على كل المسجات اللي بتجيلي ومش بستخسر فيهم معلومات نهائي والله، وهم يشهدوا على كده يعني. اي حد بيطلب اي حاجه بيبعتها لي في مسج وانا برد عليه على طول. طيب عايزين نشوف بقى الفن اللي انت حسيتي انك بتمتلكي ادواته وبدات الدنيا تنتشر، شايفه الفايده منه ايه؟ انا بتعامل بيه على ان انا مبسوطه. انا مبسوطه وانا بعمل ده. ردود الافعال دي كرم من ربنا عليا بقى بصراحه يعني. يعني انا ما توقعتش ده نهائي. انا كنت بعمل حاجه لذيذه والناس تقول لي الله شكلها حلو وبتاع وخلاص على كده. طب انما ردود الافعال الكبيره اللي حاصله دي ده نعمه من ربنا الحمد لله. انا في رد فعل معين كده ما كنتيش متوقعاه او اتفاجئت بيه او مش هتنسيه او حاجه مختلفه؟ ردود الافعال الحلوه كتيره جدا، من ضمنها بقى مكالمه زي ساعه حضرتك كده. احنا يعني ما احنا متاكدين ان مكالمتنا يعني احنا بنتكلم يا عز. لا مش سامع ايه؟ الحاجات الحلوه دايما بنحب نعرضها عندنا في الانبوكس. يا حبيبتي تسلميني، يسلمني ذوقك يا رب، تسلمي يا رب. طب قولي لي يا عزه، يعني انت ناويه تعملي ايه الفتره الجايه؟ هل هتفضلي مقتصره بس على فن المنمنمات بالنسبه للاكل والاكلات الشعبيه ولا هتوسعي مشروعك وتعملي مجسمات ثانيه؟ مش عارفه، ممكن يعني في افكار كثيره جات لي الفتره اللي فاتت بحاول اشتغل عليها، بس انا في نفس الوقت عايزه يبقى الحاجه اللي اعملها
تبقى ما اتعملتش قبل كده، تبقى مميزه. ففي حاجه في دماغي بحاول افكر فيها واجمع عنها معلومات، ويا رب تطلع كويسه وتعجب الناس. ان شاء الله. ان شاء الله هتعجب الناس، لان شغلك فعلا مميز وحلو جدا يا عزه. نشكرك، نورتينا في انبوكس. نورتينا جدا عزه عاطف. بصي، الفراغ اللي في الحظ طلع مواهب، دي حقيقة، سواء عند عزة أو عند الأطفال اللي بدأوا بدأ يبقى في وقت فراغ، فبدأت أتابع وأبص، فالطفل يحس إنه الحاجة دي حلوة بالنسبة لي، فيروح يحاول يقلدها، فممكن تطلع بشكل جمالي زي ما هي كانت بتتكلم. مش مجرد هي يمكن كانت تفكيرها أو اتجاهها إن هو أنا عايز أعمل فن وانبسط وأعرضه على الفيس للناس، لكن النتيجة كانت أكبر من كده بكتير. طبعا، تحديدا إنه الناس بتحب أو الأطفال بيحبوا دايما يلعبوا بالصلصال ويعملوا أشكال ويكتشفوا كده المواد اللي في إيديهم، ويعني يقعدوا يعملوا تماثيل، عرايس، بيوت، أي حاجة حواليهم بيحبوا يحطوها على الصلصال. ففكرة إنه عزة تعمل مصغرات الأطفال تنبهر بيها، وكمان أمهاتهم يشجعوهم ويتواصلوا معاها ويعملوا مسابقة وتفاعل، يبقى ده الاستثمار الجيد الحقيقي للوقت أو وقت الفراغ اللي إحنا قاعدين وفي البيت دلوقتي ما بنعملش حاجة. فنحاول ان احنا نحول طاقتنا دي، نكتشف مواهبنا، نكتشف نفسنا، ايه اكتر حاجة كان نفسنا نعملها مأجلينها. ممكن تكون امهات كتير عارفين ان اولادهم متميزين في حاجة، بس ما عندهمش الوقت ان هم يساعدوا اولادهم عشان بقى المدرسة، مشاوير، الشغل. دلوقتي انتوا قاعدين في البيت، حاولوا تركزوا مع اولادكم. فالامهات اللي بتركز مع اولادها ويقول لك اه الله والله عنده موهبه او عندها موهبه، وتتواصل مع مثلا عزه او غير عزه عنده موهبه معينه يقدر يعرضها للناس، وما بيبخلش بوقته ابدا او معلوماته او مجهوده ان هو يفيد غيره، فدي حاجه كويسه جدا برضو من مميزات الحظر الصحي اللي احنا فيه وقعدتنا في البيت. صح؟ انت بقى هل انت ممكن يكون عندك القدره على الصبر انك تعملي منمنمايه واحده؟ بص، انا من وانا صغيره كنت بحب العب بالصلصال جدا وبحب اعمل اشكال، بس ما كنتش بوصل لدرجه المنمنمات دي. دلوقتي مش هقدر اقول لك عندي الموهبه، يعني ما جربتش نفسي، بس ممكن لو مسكت الصلصال وحاولت اعملها هبدا بحاجات بسيطه جدا. يعني اكيد مش هعمل رنجه ولا هعمل طبق كشري، يعني حتى مش هعمل اكلات. ممكن اعمل طبق ملوخيه يا نورا. لا لا لا، هعمل عروسه صغيره، هرسم حاجه سهله في البدايه كده. هو عامه كله مش هيتاكل فمش هتفرق. بالظبط، وفي الاخر يعني هنشيله عشان البيت يعني النظافه وكده. طب جربتي يبقى خطك صغير؟ ما هو دي بدايه المنمنمات، كل حد يكتب خط صغير جدا 200 كلمه في سطر. انت جربت؟ طيب جربت. والله جربت وانا في ابتدائي، كتبت مثلا حوالي 30 كلمه في سطر واحد. ياه. من ضمن الحاجات اللي هو اكتب الحاجه 200 مره دي، فكنت بقعد اجرب بقى، مره اكتبها بخط صغير، مره اكتبها بخط كبير وانا قاعد. حلو. عامه كل واحد يكتشف الموهبه اللي عنده في البيت، مش عيب ابدا ان احنا واحنا دلوقتي كده برضو كبار وبنشتغل ان احنا نكتشف جديد، اي حاجه جديده نحاول نتعلمها. يمكن فقرتنا دي خلصت، بس احنا لسه مكملين معاكم، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم كلامنا ونشوف بقى موضوع الايموجي اللي الفيسبوك طلعته تضامنا مع فيروس كورونا، وهو ايموجي الحضن. بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل احنا هنتكلم عن الايموجيز الجديده اللي الفيسبوك والماسنجر بيحاولوا يطلعوها. هو الهدف منه مش رياكت او رياكشن عادي او ايموجي عادي على الفيسبوك، على قد ما هو رساله للتضامن خلال ازمه فيروس كورونا اللي العالم كله بيعيشها. يمكن لفته صغيره، حاجه بسيطه جدا، ممكن تفرق معانا نفسيا في خلال الازمات الكبيره اللي العالم بيعيشها. عشان كده دايما واول الحلقه قلت لكم انه سواء محرك البحث الاشهر في العالم جوجل او الفيسبوك بيحاولوا دايما يتضامنوا مع ناس بطريقتهم، بطريقه السوشيال ميديا والايموجيز. عشان كده هم بيطلعوا دلوقتي ايموجي الحضن، وهو مختلف جدا وهتشوفوه معانا كمان شويه على الشاشه، وهو تضامنا برضو مع فيروس كورونا. ايه رايك في الموضوع ده؟ انا شايف انه لا، اللي احنا بنحاول او اللي بيحصل ايه، انه بنضيف مشاعر جديده للتكنولوجيا. يعني فكره ان انا مجرد يعني يمكن كانوا بيتكلموا عن في اليابان زمان كان في حد كتب ان هو حصل تسرب زئبق، كان بيهزر يعني، ده بيقول لك من ضمن الحاجات اللي بدا يفكروا في الايموجيز والحاجات دي. بقى في تسرب زئبق، فالدنيا اتقلبت في جامعه من الجامعات، فقال لك لا احنا عشان نحد الموضوع ده احنا هنحط يعني لازم يبقى في حاجه تقول انه الكلام ده هزار،
علشان الناس مش عارفه تفرق على السوشيال ميديا ما بين الهزار والجد. فبدات تخرج لنا قصه الايموجيز دي، ويمكن اول تليفون كان فيه ايموجيز كان سنه 97 في اليابان وكان غالي جدا، وعلى ما انتشر الموضوع دخلنا في الالفينات. فالايموجي هي اضافه المشاعر للكلام اللي مكتوب بالظبط، بيضحك، متضايق، زعلان. وبما ان زي ما انت قلتي، بما ان كورونا داخله علينا، فالحضن بقى يعني محتاجين حاجه يعني تهون علينا شويه. واحنا بس عايزين نوضح للناس انه الايموجي ده اللي هو الحضن على الماسنجر، اما رياكت فهو على الفيسبوك. احنا في تباعد اجتماعي دلوقتي، سوشيال ديستانس. هي احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو على الشاشه الايموجي فعلا على الفيسبوك كرياكت، وعلى الماسنجر على شكل القلب. فكره ليه هتسالونا تقولوا لنا طب ليه دلوقتي فيسبوك بيطلع ايموجي زي ده؟ عشان فكرة التباعد الاجتماعي اللي احنا عايشينها دلوقتي، وسوشيال ديستانس، انه احنا ما بنسلمش على بعض، ما بقاش فيه اللي هي العلاقة المترابطة قوي ما بين الناس. احنا دلوقتي ما بيننا وما بين كل واحد فينا متر، فهم ده نوع من انواع التعويض على الفيسبوك، انه انا اقدر اوصل رسالة للي بتكلم معاه، اقول له قد ايه انا بحبك، او مشاعري واصله لك ازاي من خلال ايموجي بسيط جدا. كمان في نقطة تاني، التعود. انا متعود افتح الفيسبوك، او هناخد الفيسبوك كمثال، انه انا بعمل 1 2 3 الايموجيز اللي موجوده خلاص انا اخترتهم فعارفهم وحافظهم. فكره ان انا ادخل حاجه جديده دي حاجه بتكسر الروتين طبعا، فبتخليني ابص للسوشيال ميديا او ايا كان السايت اللي انا داخل عليه او اللي بستعمل فيه الايموجيز، الموضوع اختلف. فانا نفسيا هتبقى في حته في اختلاف حتى في التعامل، يعني حتى لما بترجع البوستات القديمه كمان وتبدا تتشير تلاقي مفيش الرد على كل بوست لوحده. لما بتتغير الحاجه نفسيه الواحد نفسه بتتغير في التعامل مع الفيسبوك او تويتر او ايا كان ايه. او يمكن بتحس انه السوشيال ميديا متفاعله مع الاحداث ومعاك انت، يعني اللي هي بتقدرك، فبتقول لك احنا بنعمل لك حاجات جديده مختلفه كنوع من انواع كسر الروتين. حتى لما بتيجي تعمل ابديت للموبايل بتلاقي موجز جديده ظهرت، فبتلاقي مودك اتغير، بتتبسط. تحديدا بقى للناس اللي متعوده في كلامها على الشات ان هي تستخدم ايموجيز، لدرجه ان هي تقريبا بقت لغه العصر. اي حد دلوقتي بيتكلم او بيتشات مع صاحبه لو ما بعتلوش ايموجي بيضحك او مكسوف او اللي هو اللافينج قوي ده، اللي هو اللي بيعيط من كتر الضحك، يقول لك انت في حاجه في مودك النهارده، انت متغير، مالك، بتكلمني بأتامة او برخامه كده ليه؟ انه احنا فعلا طريقتنا على السوشيال ميديا اختلفت، ما بقيناش نتكلم بس. حتى لو انا بكتب عادي ومفيش اي حاجه في بالي، اللي قدامي هيفهم ان انا في حاجه متغيره لمجرد ان انا ما بستخدمش اي ايموجيز. في كمان من اهميه الايموجيز في حياتنا، نلاقي مثلا عروض موسيقيه، كان في عرض موسيقي باسم ايموجي لاند. عندنا فيلم مون اللي هو كان عن الروبوت، بيحكي قصة الروبوت والشكل بتاعه ايموجيز. عندنا فيلم 3D اتعمل 2017 من شركة سوني، ايموجي موفي. الفيلم ده طبعا كسر دي فكرة ايموجي، يعني اتولد من غير فلتر فبيدور في السينما فعلا. قصة يعني بصراحة تزعل الكيبورد، اتأثرت جدا. فبقى الموضوع الايموجي في حياتنا جزء اساسي من السوشيال، بل هو الجزء اللي فيه الروح، هو اللي فيه الغضب، هو اللي فيه اللاف. ده في ناس كمان لما تعمل لها لايك على صوره بتبقى فيه خناقه، اللي هو لايك انا ما بقبلش. اقل حاجه لاف، يعني اقل حاجه عندنا لاف. لا، ولايك وكومنت في حب، يعني لايك وكومنت او رياكت على الفيسبوك ما ينفعش مجرد انه لايك ان هو انا بجامله خلاص، اللي هو بعمل الواجب. طيب خليني اسالك يا عمر، انت من الناس اللي بتستخدم الايموجيز كتيره قوي في كلامها على الشات، ولا بتتكلم اكتر؟ لا، الايموجيز طبعا، يا ايموجيز يا ساوند، يعني انا يعني اقل حاجه في الكتابه، اقل حاجه انا اكتب، لكن أنا تبعت يا فويس نوت يا تستخدم الايموجيز. يا استخدم الايموجيز. انت عارف انه في ناس كمان بقت تستسهل، بدل ما بتكتب بقت ترد بالايموجيز بس. انت فاهم يعني اللي هو اخبارك ايه، اللي هو يبعت ايموجي ان هو كويس، صباح الخير، مش عارف الحاجات دي كلها. الناس بقت تستسهل، فللاسف ده اثر يمكن بشكل سلبي شويه، انه الناس بدات تكسل تكتب كمان على الماسنجر او على الواتساب. هو يمكن فتح لنا طريق الكسل اكتر. ما انا واحنا كنا بنكسل في الاول، لقينا الايموجيز يا سلام، ده بقى في حاجه تخليني تساعدني اكتر على الكسل. بالظبط، لا رياكشن واحد يلخص 3 4 كلمات هكتبهم. بالظبط. طب ما تيجي ناخد راي دينا على التليفون. يا دينا ازيك؟ ازيكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. قولي لي بقى، ايه رايك في الايموجي الجديد اللي نزل في الفيسبوك؟ عاجبني جدا، شكله كيوت كده، ويعني هو دايما الفيسبوك بيحب قوي يتفاعل مع الناس ويعمل ابديتس لكل حاجه، وهو عامل اصلا كمان توعيه رصيفه جدا في موضوع كورونا، فكنت حاسه فعلا ان
الايموجي الجديد او الرياكشن الجديد لطيف خالص فحباه يعني. طب انت شكله كمان كيوت خالص كده اللي هو تحس ان هو كيرنج بجد يعني. طب لو قلنا كده اكتر الايموجيز اللي انت بتحبيها من القديم. بص اللي هو بيعيط واللي كانت مروان لسه بتتكلم عليه اللي هو بيضحك لدرجه العياط وفي واحد بيحتفل كده وبيطلع حاجات من بقه الاحتفال يعني كانه عيد ميلاد. وفي اللي هو لما تيجي تتكلم مع حد فيبص لك اللي هو عينه لفوق ده عارف كله هو تحس ان هو معترض على كلامك اللي هو انت بتقول ايه. ايوه ايه تاني والهارت الازرق وكل بقى الايموجيز بتاعت الاكل بحب ايموجيز الاكل بشكلها حلو قوي. انت بتحب الاكل اصلا؟ جدا منطقي. الحقيقي والايموجي بتاعه ولو في مصغرات ماشي صلصال. انا كنت لسه قاعده بتفرج على الفقره اللي قبل دي كانت عظيمه جدا والاكل كان تحسه طبيعي قوي. جدا هي فنانه جميله. طيب قولي لي يا دينا انت ايه الايموجي اللي لسه ما نزلش ونفسك ينزل بيعبر عن مثلا رياكشن او مود معين انت نفسك توصليه للي قدامك بس مش لاقياه في الايموجيز اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا؟ بصي هو كان في ايموجي كده نفسي يعملوه اللي هو واحد بيلطم كده بس في عملوا منه واحد شبهه شويه في اللي هي البنت اللي حاطه ايديها على راسها وحاطه بتعمل بايديها كده اللي هو اعمل ايه تاني وفي حاطه ايدها على بقها فتحسي شويه ان هو معبر عن كده. فده كان اكتر حاجه بيريق لها حاجات كتير قوي فكان نفسي يعملوه يعني. طب حتى الايموجي اللي بيعيط ده يعني بيدي الاحساس بالعياط فعلا او بالضيق فعلا ولا بيبقى فيها حاجه كده لطيفه يعني حتى لا الايموجي بتاع العياط ده هو بيضحك لدرجه ان هو بيعيط بيدمع فاهم هو قصدي يقول لك لا انا بتكلم حتى على اللي زعلان يعني لو انت بتعيطي او متضايقه وعايزه مثلا توصلي اللي قدامك انت بتعيطي لا وانا زعلانه قوي بيبقى اللي هو الساد بس الفيس الساد ده بيبقى شكله بيعبر قوي بقى اللي هو انما لو بعيط اللي هو نوعا ما بتحسي ان انت بتتحكمي شويه اللي هو انا بعيط فاهمه انما اللي هو انت بجد عايزه تعبري ان انت حزينه اللي هو الساد ده يعني ده معبر جدا. عايزه اسالك سؤال يا دينا بقى يعني تاني كده مش عارفه خدتي بالك منه ولا لا على الواتساب في موجي طلع للكورونا اللي هو لابس كمامه ده لا الفيروس نفسه ايه ده لا ما شفتوش ده كنت عايزه اعرف رايك فيه ايه هو طلع على طول على الواتساب طب ده معدي لو واي فاي يبقى معدي لو نت داتا ما يبقاش معدي. طب موضوع الايموجيز ده ورياكشن مهم جدا بالنسبه لي واللي هو ممكن اقعد اتخانق مع اصحابي اللي هو انتوا بوظتوا لي البوست بتاعي عشان عملتوا لي لايك مش رياكشن وليه ما بتعملوش رياكت لايك وليه ما بتعملوش رياكت ضحك فلا الموضوع بجد ناس كتير بتشوف تافه بس انا بحبه جدا. طب ايموجي كده تتخيلي نفسك يكون موجود كده على ذوقك واحنا نكلم مارك نخليه يعمله في الفيس ها؟ مش عارفه هم اكترهم اللي هم الاكل وهم تقريبا عاملين كل حاجات الاكل يعني. انت بتفكري في اكله معينه تتعمل ايموجي. الاكل بعملهم كلهم. ما شاء الله يا دينا والله ربنا يسعدك يا حبيبتي. لا اعتقد الويكا ما اتعملتش ايموجي هبقى اعملها لك. نشكرك شكرا جزيلا نورتينا وضحكنا كده مع بعض شويه. لا الايموجي حاجات حلوه انت عارفه. طب انت ايه اكتر ايموجي بتحبه؟ ايه اكتر ايموجي نفسك يبقى موجود وهو لسه ما نزلش؟ نفسي يبقى موجود؟ نفسك يبقى موجود. ما هو ده ما يتقالش. ليه؟ في ايموجي كده اللي هو ايه؟ في بوستات اللي هو نفسك هو غالبا هيبقى ايموجي اللي هو عارفه اللي هو عليه الصفاره ده او حاجه هو ايموجي كده. صفاره يعني ايه؟ اللي هو التيت. احنا عايزين ايموجي للتيت ده. واي حد يتعمل له الايموجي يفهم بقى يختار هو ايه التيت اللي هو اللي تعجبه. طب ايه اكتر ايموجي انت بتحبه بتستخدمه دايما على الاثنين اللي هي بتاع سبوك ما انا بحب بتاعه الفضاء والحاجات اللي هي بالاطفال دي والايموجي اللي بيعيط وهو مايل كده شويه بيضحك من العياط يعني بيضحك لدرجه انه بيعيط اللي هو زي العادي بس مايل بس مايل جديد برضه لسه نازل. اوكي واللي بيضحك ابتسامه عاديه بس المقلوب. طب انت ايه رايك في الايموجي الجديد اللي نزل ده اللي هو لا شكله اللي احنا بنتكلم عنه يعني هو اصلا كانوا بيقولوا زمان يا جماعه الناس كانت فاكره ان دي الايموجي اللي هو عامل كده ده حاجه تاني يعني بس لما جت قالوا اللي عنده ايدين كده فقالوا لهم يا جماعه ده حضن ده زمان ده ايموجي الحضن بس هم غيروا شكل الايموجي الحضن انا اول ما شفته حسيت انه بحضن انا يعني حد كيوت جدا والله ايموجي طيب ده شكله صغير ايموجي طيب لا لذيذ. طب ايه تاني غير الايموجيز بتاعت الرياكت يعني كلمني مثلا عن ايه خلي بالك احنا كل براند كمان في التليفونات او كل مش براند بس في التليفونات يعني كل براند في التليفونات ليه الايموجي بتاعته هو
يعني تلاقي مثلا نوع كذا في الحاجات بتاعت التليفون نفسه. يعني انا لو تليفوني غير تليفونك هيبقى عندك ايموجيز عندك انت غير اللي عندي. بس في حاجات برضو بتبقى قامله، الحاجات المشتركه اساسي. في كمان حاجات لكل موقع لوحده، هتلاقي تويتر مثلا في حاجات غير الفيسبوك، دي حقيقة. حاجات خاصه بكل موقع لوحده. فالايموجيز كل واحد بقى بدات كمان يديلك اوبشن انت تختاري لونها. يعني تختاري اللون اللي درجات البشره. يعني اللي هو انت براحتك بقى. طب انت بتستخدم انهي لون؟ لا على حسب الشخص اللي انا محتاجه. احنا دخلنا في تفاصيل التفاصيل. خلينا ناخد راي احمد. احمد مساء الخير. الو الحقني يا احمد، نوران بدات تسال اسئله صعبه، عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وبصحه. ايه رايك في الايموجي الجديد، عاجبك؟ ولا نغيره لك يا فندم؟ لا طبعا ده حلو جدا. عاجبك؟ بس المشكله انه هيعمل مشاكل بقى قدام مع الناس. ليه؟ لو واحد بقى وخطيبته مثلا تقول له مين اللي عمل لك الايموجي الحب ده؟ مين اللي حضنك في البوست يا استاذ؟ مين اللي بيتعاطف معاك ده ومين دي ومعرفش ايه؟ فاحنا مش هنخلص من الموضوع بصراحه. احنا ما بنستخدموش لاي حد ومع اي حد. يعني لا بس هنستخدمه برضه. ممكن نخليه بفلوس فهيفرق. لا مش في الدرجات دي، بس هو فاهم يعني ممكن بقى لو حد مثلا منزل صوره حلوه بدل ما رياكت لاف بقى ممكن استخدم ده. كده يعني الموضوع هيبقى الطف كتير بس مصاحب بمشاكل يعني. طب انت يا احمد شايف ان الرياكشن ده او الايموجي ده دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه في فيروس كورونا والقلق اللي احنا عايشينه فعلا كنا محتاجينه يعني ظهر في وقته؟ شويه خصوصا يعني في طبعا يعني رياكت كتير بتبقى الناس عايزه تعملها بس مش بتبقى هي موجوده اصلا غير اللي موجودين حاليا، فده حاجه كانت ضمن الحاجات اللي الناس يعني حد مثلا عايزها، حد منزل بوست او حاجه متعاطف مع حاجه الكلام ده كله فكان بيعمل رياكت لاف وخلاص، فده ممكن يبقى بديل برضو ليه او معاه. طب لو رجعت الورشه انت بتقول في مشاكل وممكن حد يحضني يحصل مشكله، العكس بقى معاك، واضح ان انت بتفكر لنفسك بس، العكس يعني لو خطيبتك او مراتك او اللي هتتجوزها ان شاء الله حصل لها في ايموجي الحضن ده على صوره على الفيس، تعمل ايه؟ انا مش بوقع بينكم، انا مش بوقع بينكم، انا مستخسر. يعني انا مش هسال، انا فاهم، انا هخش وافهم الموضوع عامل ازاي. شفتي بقى قال لك انا مش لكن انا هدخل اشوف الموضوع عامل ازاي. ايوه لكن لا مش هنقعد نتكلم وبتاع وتسيب اللي حصل ده يعدي كده يعني. عشان كده بقول لك لسه المشاكل جايه قدام. الابعاد المجتمعيه للايموجي في الشارع المصري. بالظبط بالظبط، وخصوصا احنا هنا عندنا فاهم بنستخدم كل حاجه بشكلها وبالشكل الثاني على طول. على حسب، مش كلنا يعني، هو في بعض اكيد بس بيحصل يعني، فانا عشان كده بقول لك انا باصص لقدام مش باصص دلوقتي بس يعني. طب الايموجي بقى اللي انت نفسك يبقى موجود اخترعه، اخترع لنا واحد دلوقتي. حاجه كده من شكله يعني عارف انت الفنانه عبله كامل والحاجات دي وكده، اللي هو واحد قاعد شايل الهم كده. ده دلوقتي بتتاخد ستيكرز. عايزين حاجه زي كده، فاهم؟ عايز ايموجيز لعبله كامل في حاله الهم، حاجه شبهها يعني، فاهم؟ لان يعني ولا هو حزين ولا هو قاعد بس كده وخلاص، هو مش فاهم هو عايز ايه. حلو برضه. فكره. لا فكره. ميرسي يا احمد، نورتنا. ربنا يخليك، نشكرك يا احمد، مع السلامه. كنت عايز اقول لك على حاجه عمرو كمان، يمكن الايموجي ده طلع مش عشان اكمل مع احمد. سلام 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 سلام، ما خلاص ما احنا سلمنا على لازم لازم ال10 سلامات اللي بتيجي عشان يحس بالاهتمام. زي ايموجي الحضن لازم يعملوها ايموجي دي. سلام 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 سلام، ليها تكمله كده. طيب يعني الفكرة الايموجي مش بس بيعبر عن الحب او الفيلينجز او المشاعر الحلوه، لكن هو يمكن ظهر ليه دلوقتي خلال ازمه فيروس كورونا عشان التباعد، زي ما قلت لكم في اول الفقره، التباعد الاجتماعي او خلال الازمات، ان احنا مع بعض مرتبطين، ان انا لما ببعت لك رياكشن زي ده او ايموجي زي ده عايزه اقول لك ان انا متضامنه معاك او واقفه جنبك في ازمتك، او احنا كلنا متوحدين في الازمه دي، بنحب بعض، هنعدي ان شاء الله. يمكن هو ليه بعد اجتماعي ونفسي اكبر بكتير من فكره الحب والمشاعر، ان هو ليه علاقه اكتر بانه في تباعد اجتماعي بس احنا لسه قريبين من بعض. واعتقد ان ده عمر موجود دلوقتي. في حاجه كمان مهمه، فكره استدعاء ما وراء الكلمه. الكلمه مفتاح. لما بقول ايموجي حضن، الكلمه نفسه، كم واحد عمل لي حضن على الصوره، الكلمه دي بتريح نفسيا. مجرد نطقها بتستدعي مشاعر واحاسيس مرتبطه بكلمه الحضن دي نفسها، بالامان او الدفء. صح، احساس هو الامان، هو ده اللي فعلا الفيسبوك حاول يوصله للناس او للعالم، انه احنا
على قد التوتر والقلق اللي احنا عايشينه، لكن احنا برضو بنأمن وبنحافظ على بعض وبنساعد بعض بان احنا بنوصل لبعض مشاعر الامان والدفء والتآزر، ان احنا كلنا مع بعض. فيمكن دي برضو رسالة حلوة جدا، حاجة بسيطة لكن ممكن تكون وصلت معاني كبيرة جدا ليها. ايه نقول اخر من الحاجات الاخيرة بقى علشان ايه مجموعة من المعلومات كده، ايموجي ايه يعني صورة بالياباني، هي كلمة يابانية، وموجي يعني رمز او حرف، فهي صورة الرمز أو صورة الحرف. وتحسي كمان إن هي موضوع الإيموجيز ده في ناس اتكلمت عنه إن هو موجود على جدران في آثار موجودة من زمان من آلاف السنين، الوش اللي هو الدايرة ده والابتسامة دي السمايل اللي موجودة عليه. في ناس كمان قالت لك الإيموجي دي أصلا حاجة شبه يعني هما لما حطوا صور حطوا شجر، عربيات، صبع عروج، مش عارف إيه، فقال لك دي شبه اللغة الهيروغليفية اللي كان بيتعامل بيها القدماء المصريين، ما هو كان بيجيب مش عارف حمامة مش عارف إيه، هو دي كانت الكلمات، فالكلمات كانت صور، فدلوقتي رجعنا تاني إن الكلمات تبقى صور. طيب يعني اللغة المصرية القديمة ما فيش أعظم منها يعني، ولا الحضارة الفرعونية في أعظم منها فعلا. طيب احنا معانا نور على التليفون نعرف رأيها برضو في موضوع الإيموجي. يا نور ازايك؟ ازايك عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة ورانا ربنا يخليكم. عايزين ناخد رأيك في الحضن الفيسبوكي الجديد. والله بص هو سلاح ذو حدين يعني. ازاي؟ يعني بقى يعني بعد اللوف دلوقتي هيبقى فيه الايموجي بتاع الحزن ده، وربنا يستر بقى. انت قصدك انه هيعمل مشاكل بين المرتبطين والكابلز وكده؟ كان عمل اللوف. طيب ما هو اللوف زي يعني مقارب للايموجي الحضن مثلا، بس إيه؟ هو بقى يعني هقول لك، هو دلوقتي الايموجي اللوف ده الناس بتقعد تقول لك ايه هو مش بيقول لي ان هو بيحبك، بس ده بيقول ان قصده ان الصوره عجبته وحبها. دلوقتي بقى طب الحضن بقى عايز اخد الصوره بالحضن؟ اكيد لا. بس نور خدي بالك، هو الايموجي ده طلع في الفتره اللي احنا فيها يعني فتره الكورونا والتباعد الاجتماعي، وان الناس ما بتشوفش بعض، ما يمكن يكون بعد اجتماعي ايجابي. هو انا حاسه ان هو ايه، هو انا اصلا ايه مش من نوع الناس اللي بتقفش من ايموشنز وكده، بس انا حاسه ان في ناس كتير قوي هيعمل لها حوارات، خاصه اللي بيعلقوا اصلا على فكره اللوف والحاجات دي. لكن لو احنا اتكلمنا عليها ليها علاقه بالكورونا وان الناس تبقى تدعم بعض وكده، هو حاجه حلوه، وانه هو حاجه حلوه ان احنا نشو لوف، يعني ان احنا نقول للناس ان احنا قد ايه انتوا بنحبكم وحشتونا كده يعني. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. واضح ان الناس اللي ذو حدين واخدين العمليه صعبه، بس هو في الاول وفي الاخر لما بتنزل حاجه جديده بيبقى ليها دايما اكتر من استخدام، مش حتى استخدامين بس خير او شر، لا خلينا نقول انه اكتر من استخدام، كل واحد بيستخدمها على حسب تصرفه هو، على حسب شخصيته، على حسب مقدار فهمه ووعيه وإدراكه للمجتمع اللي هو عايش فيه أو لوضعه هو اللي موجود. فالإيموجي نزل عمل مشاكل، فده عمل مشاكل نتيجة أن الفرد ده بيتعامل معاه بواحد اتنين تلاتة، عمل حاجات حلوة فعلشان الفرد ده بيتعامل بيه بشكل كويس. ففي الآخر المفتاح أنت هتتعامل بيه كويس، هيساهم في أنه يخليك في الاتجاه الإيجابي، والعكس أكيد هيكون عكس. دلوقتي هنخرج فاصل ونرجع للفقرة الأخيرة، هنتكلم مع المهندس أحمد ناصر وحكايته مع فن البانتو ماين. خليكم معي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إنبوكس. ويمكن أول الحلقة قلنا لكم إنه في الفترة دي ناس كتيرة قوي بتطلع مبادرات للخير، يعني لمواجهة أزمة كورونا، الحالة اللي العالم كله تقريبا عايشها. عشان كده احنا معانا في الفقرة دي طالب كلية الهندسة المتميز جدا أحمد ناصر. هو فعلا في كلية هندسة لكن هو عنده كمان موهبة فنية حلوة قوي، هو فن البانتومايم. هو استغل موهبته والفن اللي هو بيحبه لتوعية الأطفال في الشارع ازاي يقدروا يرتدوا الكمامات ويغسلوا ايديهم يلبسوا الجوانتيات واهميه التباعد الاجتماعي. كل الانشطه دي هو مارسها الفتره اللي فاتت، ويمكن لفت نظر وسائل الاعلام بشكل كبير جدا انه قد ايه سخر فن وموهبه مفيده جدا لافاده برضو الناس وتحديدا الاطفال اللي هم احنا محتاجين نوعيهم الفتره دي بشكل كبير جدا. عشان كده هو منورنا في الاستوديو، هنتكلم معاه اكتر يعني ايه هو فن البانتومايم وازاي بيعمل كده بجانب دراسته في كليه الهندسه. منورنا يا احمد. بنورك يا نوران، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام.
عامل ايه يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير يا عم. ايه بعد ما سلمت وقفت كده وحسيت يعني حسيت انه لسه في سؤال هيبتدي بقى؟ لا مفيش اسئله. طيب احنا هنا اجابات بس. انت اجابات بس. طيب انا باختصار انا اسمي احمد ناصر، انا عندي 22 سنه وطالب في كليه هندسه. تمام. وبمثل بانتومايم. ايه هو البانتومايم؟ اللي هو التمثيل الصامت. زي ايه مثلا؟ زي الحركات اللي كلنا عارفينها اللي هي دي بنمثل دايما انه في حيطه ازاز او وممكن نكمل الستوري بانه مثلا بالضيق مثلا. انت شاطر جدا، انت عرفت تعملها كويس. ايوه وممكن تضيق عليك ونزقها، بس ممكن نخبط عادي جدا ونطلع المفتاح. لا احنا اللي نفتح عادي جدا. وممكن الحركات الجميله جدا ان احنا ممكن نعمل كانك بتاكل وتعمل الصوت. انا جعان. ميرسي. هديك انت حاجه ثانيه بقى مختلفه تماما. تديله عصير. ها موزه. لا معلش ما كلش مكان حد ناس. خلاص مفيش مشكله. مفيش مشكله. ممكن اديك حاجه تانية خالص. هو انت ليه عايز تديني حاجه؟ يعني انا مش عايز حاجه. لا ليه يا راجل كريم وعايز يديك حاجات حلوه. دي بالونه. هيربطها. ايوه عشان العيد. دي ممكن العب بيها شويه. الله حلوه قوي. خد بقى امسكها عشان هي بتجري مني. طب كويس انك مسكتها. لا خليها معايا شويه. لا هايل هايل يا احمد والله. يعني انا حتى وشك فيه كده بشوش وفيه ابتسامه حلوه. ربنا يخليكي. قول لنا بقى ده ازاي بتعمله قدام الاطفال وبتوصل لهم الرساله ازاي؟ طيب هو الموضوع بدا من 5 سنين ان انا حبيت، انا شفت ناس اصدقائي بيعملوا الفن ده، انا حبيته جدا وكنت منبهر بيه بشكل يعني كنت زي العيل الصغير. ابتديت ادور على الاماكن اللي بتدي الورش وابتديت احضر الورش ديت وادور على اليوتيوب واعمل مذاكره بقى. عجبني الموضوع، ابتديت انزل الاطفال في الشارع عادي، لقيت الاطفال متجاوبين والموضوع بقى بسيط ولطيف وجميل، وردود الافعال دايما بتعكس التفاعل بتاع الاطفال بيعكسوا عليكي بطاقه ايجابيه. ابتديت اعرض على المسارح في الاوبرا، ابتديت اعرض على مسارح النقابات، النوادي، المولات التجاريه، الاماكن المختلفه، اوقات في مسرح، اوقات في الشارع، اوقات مع اطفال في منطقه شعبيه، اوقات في اطفال في منطقه مثلا معينه. الموضوع بقى مختلف، فبقيت بتتعامل مع اطفال من كل الفئات ومن كل الاعمار ومن كل يعني كبير قبل الصغير يعني. طيب الفن ده منتشر عندنا يعني نعرفه؟ الفن ده موجود من زمان جدا ومعظم الناس عارفينه، حتى بدليل ان انت لما انا سالتك قلت لي اللي هو كده، بس يعني يمكن مش كلنا عارفين التفاصيل الداخليه بتاعته. بس هو فن جميل طبعا. هو كل العالم اديتها لي. طبعا كل العالم طبعا بيشوفه، كل العالم بيفهمه، لان هو مش معتمد على الكلام، هو معتمد على الاشارات والايحاءات والتمثيل اللي انت دايما بتصدقه. يعني الكوبايه عندي مثلا زي الكوبايه عندك في البيت، زي الكوبايه في اي بلد بره، فيعني لو مسكنا الكوبايه وبنشرب فالناس هتفهم فكل اللغات طبعا بتفهمه. بس يعني احمد الفن ده محتاج تفاعل كل اجزاء جسمك مع وشك مع تعبيراتك، مع برضو ممكن تعمل مؤثرات صوتيه بسيطه كده تقدر توصل للناس الرساله. او انت بتعمل ايه؟ العرض اللي انت بتعمله عباره عن ايه؟ العرض بيكون هو الستوري او القصه او الهدف الاجتماعي اللي انا عايز اقدمه بشكل كوميدي او بشكل مبسط للاطفال او للكبار. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين بيبقى فيه الموسيقى التصويريه او الموسيقى المصاحبه للعرض، علشان دايما ممكن علشان ما بيبقاش في ادوات دايما على المسرح لفنان البانتومايم، فممكن الناس ممكن تتوه شويه. فبيبقى دايما في العامل المساعده اللي هي الموسيقى التصويريه، اللي هو صوت خبط الباب، اللي هو صوت المفتاح وهو بيفتح، اللي هو الاصوات اللي احنا كلنا برضو عارفينها. بينعكس طبعا عليك طاقه الجمهور. فعلشان كده بتحس ان انت فعلا مؤثر في ده، ولا انت حاسس انك هم قاعدين مستنيين عشان يمشوا بقى وخلاص يعني. اللي هو فطبعا كل ما بيبقى رد فعل الجمهور قريب منك، كل ما انت طبعا بتبدع اكتر وكل ما بتقدم اكتر. طب حكايه المهندس مع الكورونا؟ الموضوع بدا من حوالي تقريبا شهر ونص شهرين الفتره اللي فاتت، انه كله ابتدى يبقى في البيت، وانا واحد من الناس انه ده كان المفروض السيزون بتاعنا طبعا.
اعياد شم النسيم، اعياد الام، الحفلات التطوعيه بتاعت يوم اليتيم. طبعا كل ده بقى في البيت لانه قاعدين في البيت مفيش، لان انا شغلي هو رقم واحد هو التواصل، التواصل مع الناس والمصر. طبعا انا لما بنزل لاطفال في منطقه معينه انا بنزله مثلا ببالونات، بنزله بشنطه مليانه هدايا وبسكوت ومصاصه وحاجات حلوه كده، فطبعا هنزل اعمل ده ازاي دلوقتي؟ الموضوع بدا بانه ابتديت اشوف اصدقائي فنانين بيعملوا حاجات هاند ميد، بيعملوا كورسات اونلاين، يعني مش شرط يكون عنده فن، ممكن يكون عنده يعني الفتره اللي احنا فيها طبعا للظروف اللي احنا فيها بالظبط. يعني احنا الفتره اللي احنا فيها اعتقد انه حتى لو ما حدش عنده هوايه معينه يمكن عنده فكره او قضيه بيتكلم فيها باسلوبه الخاص فانت حابب انك تسمعها منه. فابتديت افكر ازاي اوظف الفن اللي انا بعمله. يعني انتشر على السوشيال ميديا الناس اللي بتعزف كمانجا في البلكونات والبنت اللي كانت بتلعب درامز على في البلكونه، فالمبادرات كانت لطيفه بس انا لو عملت ده في البلكونه الناس مش هتشوفني. يعني تخيل انا واقف في البلكونه اللي قريب منك علشان يشوف التعبيرات، عشان يبقى شايفني طبعا الرياكشنز بتاعت الوش، الموسيقى. يعني انت محتاج تنزل الشارع وتتواصل برضو مع بالزبط. الناس وتحديدا الاطفال بالظبط. بس ده كان في مشكله اللي هو مينفعش. احنا عمالين كيب ديستنس يا جماعه، يعني احنا مش عايزين نبقى قريبين من بعض. ابتديت افكر في انه طب انا ايه اقدر استبدله مكان البالونات وال اقول لك انا بتستبدل ايه؟ كمامات، كحول، صابون. ده انت شاطره. توانسيات مظبوط، بتفهم الاطفال الحاجات دي مهمه قد ايه الفتره دي. مظبوط بالظبط، هو ده اللي انا عملته. ان انا لا اسالها السؤال الثاني بقى، ما اسالني انا بقى اسالك احنا هنا مش اسئله. ما عندكش ليه سؤال بجد؟ لا انا عايزاك كمل اسالني. الموضوع بدا ان انا ابتديت افكر وايه هي المخاوف اللي ممكن تقابل الناس من التواصل معايا انا شخصيا، مش يعني طبعا يعني ردود الافعال تبقى انت الستوري بالظبط. ردود الافعال لما انت بتبقى على المسرح دايما انت بتبقى بتلقي الفن بتاعك للجمهور. هو حبه او ما حبهوش، هو انت في مسافه ما بينك وما بينه، فانت بتخلص العرض بتاخد السوكسي بتطلع. انما طول ما انت واقف في الشارع في مسرح الشارع عموما ردود الافعال بتبقى مختلفه شويه، حاضره تلقائيه، بتستنى رد الفعل. رد الفعل لما بيجي لك على اساسه انت بتكمل او على اساسه بتمشي، يعني بتحاول لا هو بيكمل بس بيبقى محبط بالظبط كده، اللي هو ايه يعني بلم بقى نفسي كده وامشي بالراحه. فابتديت افكر ان انا استبدل ايه، فزي ما انت قلتي بالظبط كده، اخترت الجوانتيات، اخترت الكمامات، الكحول، كل الصب الوقايه. انا نازل للطفل المره دي بشكل مختلف تماما، نازل له بالشخصيه اللي هو بيحبها، اللي هو بيسمع كلامها في اي حاجه. بس الموضوع اختلف تماما، احنا مش داخلين دلوقتي يلا نعمل رقصه معينه، يلا نقف نشد الحبل سوا، يلا نقف، مفيش كل الكلام ده. انا داخل لهم المره دي بشكل جد جدا، بشكل عايز اديله رساله احنا معينه. ان انت بتبقى لابس اللبس اللي هو الفانتومايم وكل حاجه مظبوط، لكن لما بتيجي تقابل الاطفال ما بتهزرش وتضحك، او جو الفكاهه اللي هو موجود في فن الفانتومايم ده ما بقاش موجود بالظبط. بتتكلم معاهم بقى بطريقه جد شويه بالظبط كده. انا استخدمت عامل الجذب اللي هو اللبس والباروكه والحاجات اللي هم اساسا دايما بيشوفوني بيها وبيحبوها لك بيها بالظبط. يعني انا شخصيا عندي فكره بسيطه جدا، انا لو لقيت توم اند جيري مثلا جاي بيقول لي اقعد في البيت انا هتبسط جدا، انا هسمع كلامه. يعني انا هقعد في البيت ما عنديش اي مشاكل. فلما انا انزل اقول له البس كمامه اقعد في البيت، مش لازم تنزل تلعب كوره، مش لازم. يعني انا اول محطه هي كانت باب الفتوح عند سور القاهره القديمه. فانا استغربت ان انا لقيت في اطفال بتلعب كوره. فطبعا انا دخلت، انا اول ما دخلت طبعا هم وقفوا، في حد طبعا غير مألوف دخل، فابتدوا يوقفوا لعب كوره. قلت لهم بس يعني مبدئيا ازيكم، احنا بس هنسيب مسافات ما بيننا وما بين بعض، هنبتدي. انتوا عارفين يعني ايه فيروس كورونا، سمعتوا عن الفتره اللي احنا فيها. فطبعا في اللي جاوب طبعا، وفي اللي لامض، يعني كان في طفل بقى اللي هو الشقي اللي هو وفي بقى واحد كمان
طبعا في واحد بقى كان اللي هو البوس بتاعهم يعني ده بقى ايه الليدر اللي هو اللي هو جه راح جه بقى من بعيد فراح قال لي ايه خليها على الله بطف انا حسيت ان عمه جاي بيقول لي يعني انا هسمع كلامه وامشي حاضر طبعا هخليها على الله وهمشي حاضر ماشي تمام طبعا هو عشان واقف عايز يفرض سيطرته يعني انما بعد ما الاطفال مشيوا اصحابه اللي كانوا بيلعبوا مع كوره هو جه لي بقى تاني فابتديت اتكلم معاه انه احنا ملناش لازمه ان احنا ننزل دلوقتي ونلعب كوره ممكن انت تكون كويس وممكن ما ياثرش عليك ممكن تكون مناعتك كويسه ممكن كل الكلام الجميل اللي احنا عارفينه احنا معانا صور ليك يا احمد على الشاشه اهو دلوقتي مع الاطفال دي وانت لابسين كمامات كمان مظبوط وعاملين مسافات كمان حلو قوي طب يعني عايز اعرف منك بقى تفاعل الاطفال لما انت دخلت كده في باب الفتوح في اول نازله ليك في اللي تجاوب زي ما انت قلت وفي اللي حاول يعني يقاوح بس يعني انا ما غفلتش عن ده يعني انا كنت عارف ان هو بيتهرب كنت عارف ان هو مش عايز يجاوب بشكل كويس او هو عايز يتمرد وخلاص يعني هو التمرد من اجل التمرد يعني مش عشان هو مقتنع بعد التمرد ده بقى ايه رد الفعل التجاوب بداوا يسالوك اسئله هل سمعوا كلامك فعلا استجابوا للموضوع ولبسوا الكمامات اللي انت اديتها لهم مظبوط انا ابتديت اقول لهم الموضوع بشكل مبسط وانه احنا هي الحاجات الخطوات بسيطه جدا جدا واحنا تقريبا بنعملها كل يوم ان احنا بنغسل ايدينا ان احنا يعني ما ننزلش بس انت قلت لهم حاجات اللي هي الحاجات بتاعت الكورونا ارشادات النظافه الشخصيه او اساليب الوقايه طب هل في كلام مش احنا المفروض البانتومايم مثلا من غير كلام ولا انت حاولت تاخد جزء من البانتومايم وجزء تعمله انت لا طبعا انا يعني اختلف شكل العرض تماما انا نازل له في رساله انا نازل له في توعيه يعني انا يمكن قلت لك ان انا استخدمت اللبس كعامل جذب انما يعني انت عادي انك تخرج بره الخطوط العريضه للفن لو قصرت طبعا قاعده او قاعدة ما هو لو انا اقصر القواعد وانا فاهمها ده طبعا كويس انما مش ممكن تبقى اطفال مش فاهمه ايه هو البانتومايم لسه مزبوط. بيتعرفوا عليه بس انا ابتديت الاول اعرفهم انه انا لابس ده ليه انتوا عارفين اللبس شكله عامل ازاي بس يمكن مش عارفين اسم الكاركتر نفسه فابتديت اعرفهم انه الكاركتر ده اسمه كذا وان احنا بنعمل ده البانتومايم او الكلاون اسمه ايه تسمي الشخصيه بتاعتك اسم لا 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 خالص بس انا جاي النهارده انا اقول لك خلي بالك حافظ على نفسك على اخواتك على بابا على ماما يعني معلش انت مناعتك كويسه يمكن بس انت ممكن تكون شخص حامل الفيروس نفسه مش حافظ على اهالينا الكبار والناس اللي احنا بنحبهم بنخاف عليهم نوران احنا هنفضل نتكلم ونسال كده عايزين حاجه عرض بقى كده والله ولا هتعمل ايه استنى هقول لك كمان ممكن تاخدي طبقك اتفضلي خد طبقك هو جالك بالظبط كده شكرا بالظبط اتفضلوا كلهم لا انا مش قادر لا معلش يعني ليكي نفس بس الاكل كتير لا ده بص الدخان يعني ما طيب ليكي ضعيفه احنا هنتفرج عليك والله ماشي تمام لا تسلمي ايدك يا مروان تحفه الاكل تحفه بسي ده ولا رنجه طب لا دي رنجه عشان النهارده شم نسيم بس هي الطحينه زياده شويه طب حدش هياكل معايا لا محدش هياكل طب خلاص لا احنا نجيب عصير بقى برضو احذفها ارمي لي الازازه بتاعه العصير طب بص انا بعيد بص انا هقول لك على حاجه استنى لو في شاليمو طويله بتوصلها مش مشكله ايوه شيلها بقى ايوه بس تمام اشرب اتفضل بس بس هو ده البانتومايم هو ده دايما اللي احنا بنعمله مع الاطفال باختلاف الستوري يعني دايما ممكن نعمل عرض مثلا عن الحلاق مثلا اللي مش بيعرف يحلق كويس لحد ويبهدل لك الدنيا ممكن نعمل عرض عن ان احنا في مطعم ومعناش فلوس وبنجري فحاجات كده بتبقى ترفيهيه للاطفال والله هو فن لطيف جدا يمكن مش معروف قوي في مصر بس ان شاء الله يعني حاسه ان هو بدا يبقى ليه انتشار واسع وناس بدات تتعرف عليه وهو برده بيوصل رسائل مفيده ومهمه جدا وفكره ان انت تعمل مبادره زي دي توعي بيها الاطفال من خلال فن البانتومايم دي حاجه هايله جدا يا احمد بالتوفيق وان شاء الله يعني تقدر توصل رسالتك في اقرب وقت يعني خلال فتره الكورونا دي ونعدي الفتره دي على خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا بس جدا. ربنا يخليك احنا بس هنقول للاطفال كلهم يعني نخلينا في البيت
يعني ما ننزلش. والله والكبار كمان. لا اطفال ما تبصليش انا اطفال بص للكاميرا انا بص لنا ليه؟ ما احنا اطفال احنا اطفال بس اطفال كبار يعني احنا هنخلينا في البيت معلش يعني طول ما احنا قعدنا في البيت اكتر كل ما احنا نزلنا الشارع اسرع يعني هي الموضوع بسيط خالص بس دي حاجه كده الكلام ده مش للاطفال بس للكبار كمان الكبير دايما عارف المعلومه قادر انه ينفذها او ما ينفذهاش بالظبط دي لهم في كبار ملتزمين بالظبط نعم فدي ترجع لشخصيته انما الطفل واجب علينا كلنا مش انا لوحدي علينا كلنا ان احنا نوعيه نفهمه انه ده غلط انه ده صح لازم نورتنا يا احمد ربنا يخليكي اشكرك شكرا ليك يا شكرا يا نوران احنا كده حلقتنا من انبوكس خلصت نشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية في فقره جديده من عيش صح دلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا اللي بيستناها اغلب مشاهدينا لانها بتديهم الامل في الحياه من جديد وان كابوس السمنه جه وقته علشان ينتهي للابد كل شخص بيحلم بجسم مثالي يقدر يحقق حلمه النهارده هناخدكم مع بعض في جوله داخل مركز دكتور كريم صبري وهنعرض لكم ابرز الحالات الناجحه اللي خضعت لعمليات السمنه وكان المركز سبب في تغيير حياتهم بشكل جذري للابد والمشكله ما بترجعش تاني نهائي. يلا مع بعض نطلع الجوله دي نشوف مع بعض الحالات الناجحه اللي تم علاجها في مركز دكتور كريم صبري. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي، دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم، كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي Advanced Bipolar Technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هرمستيز مفيش أي نزيف مفيش أي مشاكل الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم بيتم يعني تصغير المعدة دي عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. احنا بنديكم فكره النهارده عن مدام امل. يعني كان عملت عمليه تكميم، كان وزن 195 كيلو. عايزين نوصل رساله ان عمليات السمنه ليست من العمليات الخطيره، هي من العمليات السهله اذا توفرت ظروف الامان من استخدام دباسات امريكيه حديثه، استخدام وسائل وتقنيات عاليه في المناظير الجراحيه، توافر تيم كفاءته عاليه جدا من مساعدين، من طاقم تخدير، من يعني حتى من التمريض حتى ما بعد اجراء العمليه. يمكن احنا ما كملناش ربع ساعه ما بعد العمليه عن وزن 195 كيلو. الحمد لله تمت العمليه باستخدام المنظار، 5 فتحات صغيره. العمليه كلها قد تستغرق ما يكملش ساعه في الاوزان الكبيره دي، ما بيتعداش الساعه. احنا الريهابيليتيشن زي ما انتم شايفين احنا في خلال ربع ساعه ما بعد العمليه. عايزين نقول احنا يعني يمكن عمليات السمنه من العمليات الامنه تماما، من العمليات السهله القصيره الوقت. الاقامه في المستشفى ان شاء الله لن تتعدى ان شاء الله يعني 24 ساعه. شغالين عندنا في العمليات بتاعتنا بالفاست تراك اقل من 24 ساعه اقامه في المستشفى. احنا بنبقى رسالتنا ان احنا عايزين نقول ان عمليات السمنه تكميم معده، تحويل مسار المعده، كلها من الجراحات الحديثه التي تهدف الى انقاص الوزن. وانتم شايفين يمكن الامور سهله ان شاء الله، ربنا يوفق باذن الله. ومعانا مدام امل بعد العمليه بربع ساعه. عايزين نطمنكم عليها ان وقت البنج اصلا ما بعد الافاقه احنا ما بنستخدمش يعني انواع من البنج اللي هي قاعد العيان 3 ساعات في السرير ما بيتكلمش مع حد. مدام امل لسه في خلال ربع ساعه او 10 دقائق بعد العمليه هتطمنكم على نفسها. اتفضلي يا مدام. الحمد لله انا لسه طالعه بقالي ربع ساعه من العمليات دلوقتي، وبشكر الدكتور كريم او الدكاتره كلها اللي كانت معايا، والحمد لله الحمد لله. انا اسمي امل مرسي وجاي عشان اتكلم على الدكتور كريم والعمليه اللي هو عملها لي. بصراحه هو غير حياتي كلها. ال 50 كيلو اللي نزلوا دول غيروا حياتي كلها. انا ما كنتش بقدر اقوم من على الارض، دلوقتي بقوم لوحدي، بعمل كل حاجه لوحدي. ولو كنت بقدر امشي طبيعي كنت زماني خسيت اكتر من 50 كيلو. كنت باخد 60 وحده الصبح للسكر و40 بالليل، دلوقتي ما بقتش باخد غير برشامه واحده بس على غير الريق، وباذن الله قريب هبطلها، وبعلاج القلب برضه كله بطلته. وانا بشكر الدكتور كريم صبري جدا بصراحه، هو عمل معايا اكتر من اللازم يعني. الحمد لله هو الوحيد اللي قبل حالتي. كنت كل ما اروح للدكتور يخاف من صحتي ويقول لي انت هتموتي، مع العمليه خطره كانت حالتي ميؤوس منها. والحمد لله الحمد لله، وانا بشكر الدكتور كريم صبري جدا على اللي هو عمله معايا. اسمي أميرة يسري، عندي 23 سنة، طولي 153 سنتي، بعاني من مشكلة السمنة بقالي حوالي 5 سنين، وبخاف جدا من أوضة العمليات. فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا وأوزانها كبيرة جدا، فحبيت أعملها. فوالدتي سبقتني وعملتها، وهي اصلا صحتها كانت اسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيره جدا، فدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها. وما خفتش ورحت اتفقت مع الدكتور، وان شاء الله هعمل عمليه تكميم قريب جدا، وانا مش خايفه ومبسوطه ان انا هعملها. ودكتور كريم مطمني جدا، وبصراحه هو دكتور فوق الممتاز، وانا مرتاحه جدا يعني ومش خايفه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. النهارده هنوريكم مجموعه عمليات كتيره، منها تكميم معده، منها تحويل مسار، منها بالونز، منها اصلاح عمليات السمنه السابقه. الحقيقه طبعا في اوزان اللي هي اميره 95 كيلو على طول 153 سنتي، الحسبه معامل كتل الجسم اكتر من 35، وابتدينا نشتكي من مشاكل من السمنه.
احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 200 عشان نبتدي نعمل عمليات السمنه، لكن لازم ان احنا نعالج السمنه as early as possible بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون في مشاكل في الانجاب، مشاكل في يعني يمكن صعوبه في النفس اثناء النوم، مشاكل في قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، يعني عايز البس كويس، عايز اتحرك كويس، عايز امارس رياضه، عايز يعني امارس حياتي الطبيعيه زي الانسان الطبيعي. ف يعني عمليات انقاص الوزن قد تعالج مشاكل اجتماعيه وقد تعالج مشاكل صحيه منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وفي مشاكل في المفاصل وصعوبه في الحركه. كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيره، يعني عمليه تكميم المعده هي عمليه بتجرى خلال فتحات صغيره، قامت يوم واحد في المستشفى، العمليه نفسها ما تاخدش اكتر من ربع ساعه نص ساعه، وبعد العمليه ان شاء الله نطمنكم عليها بالسلامه، وهنوريكم مجموعه عمليات كثيره النهارده ان شاء الله. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي، دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم، كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجودة ممتازه، ما فيش اي نزيف، ما فيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت ما فيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، ما فيش اي تسريب، ما فيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. زي ما احنا شايفين أميرة خرجت من العمليات الحمد لله بسلامة، بقى لها ربع ساعة دلوقتي من العمليات، العملية كلها خدت يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة بالإفاقة يعني. وهي الحمد لله يعني بقى لها فترة قصيرة، احنا بعد ساعتين بنتمشى في الطرقة يعني في المستشفى، ست ساعات بنبتدي نشرب، تاني يوم أقل من 24 ساعة بنبتدي نخرج ونروح بالسلامة البيت. الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة يوم واحد في المستشفى. دي تكميم المعده، ويمكن العمليات اللي احنا شفناها النهارده كلها ما بين تكميم وبين تحويل، كل العمليات كلها في وقت قصير، واحنا عايزين نوصل لكم رساله ان عمليات السمنه هي عمليات امنه تماما،
بتبرى بالمنظار، مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني، ويعني النتائج بتاعتها هايلة جدا يعني. بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أميرة يسري، 23 سنة، 155 سنتي. أنا كنت 95 وخسيت 15 كيلو، بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا أي حاجة. وأنا مبسوطة جدا إني مفيش أي ضغوطات من يمة الأكل، وباكل كل اللي أنا عايزاه بكميات قليلة جدا. والحمد لله بقيت ألبس أحسن وعجبني شكل جسمي أكتر، وخسيت 15 كيلو في شهرين بس، والحمد لله في نزول. واي حاجه بسال دكتور كريم بيجاوبني، هو متابع معايا كل حاجه وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود، ما بيتاخرش عني. وانا بشكر دكتور كريم جدا، وبنصح اي حد عايز يعمل عمليه ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم، هو دكتور كويس جدا وفوق الممتاز. متشكره جدا لدكتور كريم. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن أهمية الفحص عند الزوجين في حالة تأخر الإنجاب، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف فقرتي النهاردة أو ضيوف فقرتي النهاردة، هو الأستاذ دكتور ياسين الفي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، الأستاذ دكتور أحمد الحلوجي أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بمركز مصر للخصوبة. مساء الخير، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك، نورتوني في عيش صح. الأول خليني أبدأ مع حضرتك يا دكتور أحمد، وعايز أسألك، امتى بنبدا ان احنا نعمل فحوصات في حاله تاخر الانجاب عند الزوج والزوجه؟ امتى ان احنا بناخد الديسيجن ان احنا نبدا بالزوجه الاول، او امتى ان احنا ناخد القرار ان احنا نبدا بالزوج الاول؟ تمام، هو توقيت بدايه تقييم حالات العقمه او تاخر الانجاب عاده مش الدكتور هو اللي بيحدد ميعاده، انما المريض هو اللي بيحدد ميعاده. ودايما الموتيف او المحرك الرئيسي لبدايه البحث دايما بيكون الزوجه. فدايما البدايه بتكون من عند دكتور امراض النساء، بتيجي المريضه بعد شهر، بعد اثنين، بعد عشرة من الزواج. وطبعا كلمة عقم معناها مرور سنة على الزواج وما حصلش حمل. أوكي. إنما طبعا نظرا للضغوط الاجتماعية والنفسية بتلاقي المريضة بتبتدي تلجأ للدكتور بدري. مفيش مانع من الفحص المبكر والإجراء الأبحاث والاطمئنان على المريضة مبكرا. إنما في مانع إن أنا لو ما لقيتش سبب إن أنا أبتدي أتدخل مبكر، طبعا في مانع. ده الجزئية المهمة هي ضرورة الفحص المتزامن للزوجين. يعني البداية كانت من عندي، إنما أنا ما ينفعش المريضة جاية لي أبتدي أقيم الحالة بتاعتها بمنقع للزوج، لأن الزوج والزوجة أو الكابل هم وحدة واحدة، أنا متعامل معاهم على إنهم وحدة واحدة. مفيش حمل من غير زوج سليم، ومفيش حمل من غير زوجة سليمة. فمفروض إن دكتور أمراض النساء بيبتدي يقيم الحالة بالتزامن مع فحص الزوجة. يعني دايماً أنا بقول إن أول فحص بيعمله للدكتور أمراض النساء أو بيطلبه دكتور أمراض النساء للكابل او الزوجين المتاخرين في الحمل هو فحص سائل منوي، لان ده بيديني عين او كاشف بشكل مقبول لحاله الزوج، عشان اذا كان سليم ابتدي اقرر اكمل فحوصات الزوجه بعد الكشف والتركيه السونار والكلام ده، ابتدي اطلب لها تحاليل هرمونيه او الحاجات اللي تطمئن بيها الجهاز التناسلي وعوامل الانجاب عندها. انما لو ظهر في مشكله في السائل المنوي، مهم قوي ان انا ابتدي اوجه الزوج لدكتور امراض الذكوره بدري، عشان يبقى الامور ماشيه بشكل متوازي
بالنسبه للزوج وزوجه، لان كتير جدا قابلنا مشاكل ان احنا نبتدي نقيم الحاله للزوجه وما نلاقيش سبب، ونبتدي نخش في فحوصات مطوله، واحيانا نشوف حالات المريضه بتكون عامله فحوصات لحد عمل مناظير جراحيه تشخيصيه عشان نحدد سبب العقم، وبعدين نفاجئ بعد كده ان في مشكله في السائل المنوي، في نشاط حاله منويه، في عددها، في وجود نسبه تشوهات فيها على بتحليل بسيط كان ممكن نتجنب الابحاث المطوله اللي احنا عملناها مع الزوجه. فهي التوقيت بتحدده المريضه، انما الطريقه وبدايه العلاج بيحددها دكتور امراض النساء بالتزامن مع دكتور امراض الذكور. المشكلة هنا دكتور ياسين ان احيانا كتير جدا الرجال او الازواج ما بيبقوش مقتنعين بفكرة ان هم اللي يبدأوا الاول بالفحوصات او هم اللي يعملوا تحليل السائل المنوي. صحيح. هنا بتبقى المشكلة بقى عند السيدة، السيدة مش عارفة تتصرف ازاي ومش عارفة تعمل ايه وعندها تأخر في الانجاب او هي بتطلق عليه اسم عقم والزوج رافض رفضا باتيتا ان هو يعمل تحليل سائل منوي. فهنا بقى انتوا كدكاترة ذكورة بتعملوا صحيح. هو دايما احنا بنشوف البداية تكون كده ان الزوج بيقول ايه روحي اكشفي، فهو ده الدور اللي احنا بنقول عليه، والدور ده اللي لازم بيكون المسؤول عنه او اللي بيهتم بيه هو دكتور نسا، زي ما دكتور احمد بيقول ان فعلا هو لو دكتور نسا وجه الزوج ان هو يعمل تحليل السائل المنوي هو عمره ما هيرفض. ليه؟ هو يمكن يرفض من مراته انها تقول له كده، يحس ان هي يعني بتتهمه اتهام، ولكن لما دكتور لسه يقول له ان فعلا من اساسيات زي ما مراتك بتعمل الفحوصات بتاعتها، زي ما هكشف عليها، هتطمن عليها، هعمل لها سونار، انت هتعمل لي تحليل السائل المنوي. فهو ده النقطه المهمه اللي قالها دكتور احمد فعلا كده، ان فعلا لازم الامر ده يخرج من دكتور النساء. يعني دكتور النساء هو الاول اللي بينصح الراجل، لان هو اول واحد بيشوف، لان هو اول واحد بيشوف الحاله. اوكي. فلو دكتور النساء، في بعض الدكاتره ما عندوش الكونسبت ده، يقول انا اخلص شغلي وبعد كده يبقى يعمل اللي هو عاوزه. وده غلط. صح. اسمحي لي اضيف حاجه. اتفضل. اكيد. النقطه اللي انت اثرتيها فكره ان الراجل دايما بيرفض ان هو يعمل اجراء سهل، لان في خلط كبير في دماغ الرجال عندنا في مصر حسب الثقافه الشعبيه ما بين القدره الجنسيه وما بين الخصوبة وقدرة على الإنجاب. صحيح. فده مهم، دور مهم للدكتور النساء، لأن هو اللي بيطلب التحليل ده في الأول. إن احنا بنفرقه وبنفهمه إن القدرة الجنسية شيء، وقدرتك الجنسية، قدرتك على الممارسة الزوجية مرة واثنين وثلاثة وبعدد مناسب وبكيفية مناسبة شيء، وجودة السائل المنوي وعدد الحالات المنوية ونسبة التشوهات ونسبة الحركة بتاعتها وتكسير المادة الوراثية، كل ده شيء تاني. فبالتالي لما بنفهمه إن ده حاجة وده حاجة، بيبتدي يتقبل الفكره ويفهم، لان هو بيبقى واخد ان يعني موضوع بمحمل شخصي، ان لما انا بطلب منه تحليل انا بشكك في قدراته الجنسيه، لما فهمه ان دي جزء وده جزء تاني. دلوقتي كمان بقت منتشره قوي حته الاندبندنت وومن، ان هم بقوا السيدات دلوقتي بقى عندهم القابليه والشجاعه ان هم يروحوا عند الدكتور الاول يكشفوا ويظبطوا نفسهم ويشوفوا ايه هي المشاكل بتاعتهم، وبعدين اخر ستيب بتبقى بقى بيبتدوا ان هم يشوفوا جوزهم او الراجل بتاعهم هو عنده مشاكل ولا لا. يعني دايما هم الاول اللي بياخدوا الستاب الاولى ان هم يروحوا عند دكاتره النساء يتعالجوا بمنشطات. صح ولا غلط؟ صح. بس هو دايما احنا بنوجههم، عشان كده انا بقول لك اول تحليل بيطلبه دكتور امراض النساء للزوجه اللي جايه، حتى لو جايه لوحدها بتشتكي من تاخر انجاب، بعد الاطمئنان عليها وتوقيع الكشف البسيط، ان انا بطلب تحليل سائل منوي، لان انا هنا في عنصر مهم انا مش شايفه. مش هقول لازم تبقى عيني عليه. فبالتالي هي جايه لوحدها، جايه معاها زوجها، جايه باي شكل من الاشكال، اول تحليل انا بطلبه تقييم الزوج قبل ما ابتدي اعمل الفحوصات المطوله ليها عشان اقدر، خصوصا ان التحاليل بتاعت الذكور تحاليل بسيطه واعدادها قليله، مش زي السيده انا محتاج ان انا اقيم التبويض والهرمونات اللي بتاثر على التبويض والشكل التشريحي بتاع الرحم ومدى وجاهزيه قنوات فالوب وانها سليمه وما فيهاش عيوب خلقيه وما فيهاش انسداد، ففي امور مطوله ممكن تحتاج ابحاث واشعاعات وتحاليل واحيانا مناظير جراحيه للتشخيص، انما الذكور الامور عندهم اقل شويه. فبالتالي لازم نبتدي بالفحص السائل المنوي للزوج. اوكي. دلوقتي دكتور، الزوج عمل تحليل السائل المنوي، بس دايما في فقراتي مع حضرتك كنت دايما بتقولي احنا ما بيكفيناش تحليل واحد بس للسائل المنوي. تمام. بل لازم عده مرات. صحيح. عايزاك برضو يعني توضح لي هي الفكره بس. ان انا ممكن اعمل يقابلني تحليل ابقى مش مقتنع بالنتيجه بتاعته، او شايف ان هو التحليل ده بين يعني بين ان هو ممكن يبقى كويس او بين ان هو ممكن يكون فيه ضعف، فلازم اعيد التحليل مرتين على الاقل
علشان ابقى متاكد ان فعلا في مشكله والمشكله دي لازم تتعالج. الحاجه الثانيه اللي احنا بناكد عليها والهدف بتاع الحلقه بتاعتنا هي ان انا ممكن يجيني الزوج اقول له انت تحليلك مثلا الاقي فيه عنده فعلا حاجه بسيطه محتاجه ان هي تتعالج، فانا مرتب نفسي ان انا اعالجه مثلا في فتره زمنيه معينه واجهزه للحمل الطبيعي. ولكن هو لازم اللي انا احط عيني عليه مراته بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دايما بسال الزوجه حضرتك كشفتي؟ حضرتك عندك اي مشاكل؟ لان ده يفرق معايا انا كتير في اتخاذ القرار، لان في بعض الاحيان ببقى انا هبذل مجهود مع الزوج علشان احاول اوصل بيه للحمل الطبيعي ولكن حاله زوجته ما تسمحش، فهي لو زوجته ما كشفتش يبقى انا بضيع وقت وبضيع مجهود وبضيع مصاريف في اتجاه مش هيوصلني. صحيح انا ماشي صح ولكن ماشي صح في اتجاه الزوج، انا لازم امشي صح في اتجاه الزوج والزوجه. ليه؟ لان زي ما قال الدكتور احمد هي الحمل حاجه مشتركه ما بين الاثنين، عشان اقدر اوصلها لازم الزوجه تكون سليمه، الزوج يكون سليم، ولازم العوامل بتاعتهم هما الاثنين تتفق عليه. يعني ممكن يجيني واحد زوج اقول والله انت تقدر توصل الحمل الطبيعي، يقول لي بس انا زوجتي عندها مشاكل في الانابيب، اقول له لا يبقى انت هتعمل حمل مجهري. ده اختلاف تاني في العلاج خالص خالص خالص. فهي الفكرة كده ان احنا لما بنقيم الاثنين بنقدر نوصل لفكره العلاج الصحيح. هل العلاج الصحيح ان احنا مثلا الزوجه هتعمل حاجه معينه فالزوج في مقابلها بيعمل حاجه معينه فنقدر نوصل للحمل الطبيعي؟ يعني كتير من الناس مثلا انا بنصحهم ان هو انت في خلال فتره العلاج اللي انا بديها لك لازم زوجتك تتابع مع دكتور نسي. تقولي بس انا ما فيش حاجه والدوره منتظمه، اقول لها معلش هو لازم اكيد ليه وجهه نظر، هيبص عليكي في حاجه ممكن تكون خايف يعني انت مش شايفاها، حاجه تبان بالفحص، يديكي علاج معين مثلا يساعد لان جوزك برضه بياخد علاج، فانتوا الاثنين يبقى لازم تبقوا ماشيين بارلل لبعض. بالظبط كده. دكتور النساء مع دكتور الذكوره، حتى لو السيده ما بتعانيش من حاجه والراجل ما بيعانيش من حاجه. بالظبط كده، لان في حاجات مش هيقدر يعرفها الزوجين بمجرد بس ان هي معتقده ان دورتها منتظمه فهي كويسه، والزوج معتقد ان هو بيمارس العلاقه الزوجيه بشكل سليم وصحي فهو كويس. حاجة مهمة جدا دكتور احمد برضو احنا كنا بنتكلم فيها، ودي حاجة يعني تميزنا كتير جدا، هي التفاهم ما بين دكتور الذكورة ودكتور النساء، ودي حاجة مهمة جدا. يعني يمكن دكتور احمد يقدر يقولك الخطوات اللي احنا بنتخذها كتير جدا وازاي بيبقى في تواصل ما بيننا وما بين بعض علشان نقدر نوصل للوقت اللي هنقدر نقول وقت العلاج وطريقه العلاج والانسب ايه؟ توقيت التدخل. بالظبط كده. توقيت التدخل، يعني توقيت مثلا توقيت اجراء اللجوء الى وسائل الاخصاب المساعد والحقن المجاري. امتى نقول لها انت انا امتى اقرر للزوجه انت محتاجه وسائل الاخصاب المساعد؟ اذا كانت هي سليمه والعامل عند الزوج فانا ما بتدخلش في توقيت الاجراء الحقن المجاري. انا بتركه لدكتور الذكوره لان انا بما ان المريضه بالنسبه لي سليمه يبقى التوقيت هو اللي بيحدده. والعكس يعني ممكن الزوج يكون المشكله اللي عنده بسيطه. دكتور ياسين شايف ان في فرصه ان يحصل حمل طبيعي بس الزوجه مثلا، طبعا انا بديكي بقول لك على الكلام بناء على الاف الحالات اللي عدت علينا بالشكل ده. طبعا. الزوجه عندها مشكله في السن مثلا وفي مخزون المبيض وعندها حاجه ملحه او عندها حاجه طبيه ملحه لسرعه اجراء او التدخل باجراء الوسائل الاخصاب المساعد او الحقن المجاري، فهنا التوقيت بيبقى بيتركه للدكتور ياسين. انما في حالات كتير جدا بيبقى الاختيار التوقيت المناسب للتدخل بالاخصاب المساعد هو قرار مشترك ما بيننا وما بين بعض، فده بيوفر على المريض والمريضه كتير جدا. يعني احنا بنشوف مراكز كتيره فيها دكاتره امراض نساء على اعلى مستوى من التخصص والمهنيه والاحتراف، انما هو ما بيستعينش بدكتور ذكوره بالتزامن، بيترك الامر لاخر لحظه، فده بيؤدي لنتائج عندهم ما تبقاش كويسه. بالعكس بنشوف دكاتره ذكوره ممتازين جدا في التعامل مع الزوج والعلاج بتاعه، بس هو بيغفل العامل الزوجه ويلجا له في الاخر، فبالتالي برضه ده بيطول جدا على الزوجين الوقت المنتظر لحدوث النجاح في العلاج وحدوث الحمل. انما العلاج او الفحص المتزامن وعمل الابحاث المتزامن والعلاج المتزامن والتشاور والتواصل ما بين دكتور امراض النساء وامراض الذكوره في التوقيت المناسب وفحص كل حاله كل زوجين على ان هم حاله واحده بملف واحد
في قرارات علاجيه براقبها، يعني انا بشوف دكتور ياسين ماشي بالعلاج ايه، وبشوف يعني ممكن اتواصل معاه تليفونيا او شخصيا او من خلال البريسكريبشنز او العلاجات اللي هو ماشي بيها اقدر احدد هو رايح فين والعكس. فبالتالي احنا بنتعامل مع الزوجين كوحده واحده بملف واحد، وده بيوفر كتير جدا بالوقت وبالمصاريف وبيزود كتير جدا من فرص النجاح. يعني في حاله انا لسه يعني فكرتها دلوقتي، يعني هما كانوا زوجين، دكتور احمد كانوا جايين من الاقصر، فهو الزوج جه كشف عندي فانا شفته وشفت تحليل السائل المنوي وحسيت تحليله يعني قريب يعني انه يتعالج ويقدر يوصل للطبيعي، شفت فحوصاته عنده دوالي من الدرجه الثانيه وممكن ياخد علاج معاها ويوصل للطبيعي خالص. فالراجل قال لي بجد؟ قلت له تقدر توصل للطبيعي بسهوله يعني. قال لي خلاص انا هروح احجز العمليه دلوقتي. قلت له ماشي مفيش مشكله، بس انا ليا طلب صغير عندك. قال لي، قلت له انت هتطلع للدكتور احمد ماشي عشان يفحص زوجتك وتجيب لي بس ايه ورقه منه هل فعلا زوجتك ينفع لها الحمل الطبيعي ولا لا، لان انا هبتدي اعالج علشان كده. فالراجل طلع من عندي حجز العمليه تمام وسحب التحاليل بتاعه العمليه وكل حاجه، وبعدها خد مراته وكان عند دكتور احمد. بعد حوالي ساعه لقيته نازل معاه ورقه مكتوبه. الورقه دي انا كل اللي قريته فيها ان حاله الزوجه صعب فيها الحمل الطبيعي، الافضل الحقن المجهري. ده كان القرار ايه؟ القرار ده غير لي خالص. قلت له يبقى احنا مش هنعمل عمليه. قال لي ليه؟ مش انا هوصل طبيعي؟ قلت له ما انت هتبقى طبيعي لكن مراتك مش هتبقى طبيعيه. فكان القرار ان هي تعمل حقن مجهري، والحمد لله وفرنا عليهم وقت وفرنا فلوس، والحمد لله هي حامل دلوقتي. الحمد لله. الف مبروك. انا بشكركم جدا يا دكاتره على وجودكم معايا النهارده. ان شاء الله هيكون لنا فقرات مختلفه مع بعض، لكن للاسف وقت الفقره خلصت بسرعه جدا جدا معاك، وانا كان نفسي ان وقت الفقره يبقى اطول من كده، لكن طبعا ان شاء الله هيبقى لنا فقرات مختلفه. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور ياسين الفيه استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، الاستاذ دكتور احمد الحلواجي استاذ امراض النساء والتوليد وعلاج العقم بمركز مصر للخصوبه. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح. شكرا. مشاهدينا وفقرة جديدة من عيش صح. علشان نعرف نخس لازم نفهم ان الرجيم طبعا شيء اساسي معانا، بس ازاي نعمل رجيم وازاي ممكن يكون في وسائل مساعدة لده؟ جالنا اسئلة كتيرة جدا على صفحة منظومة خبيرة التغذية العلاجية دعاء سهيل، ولانهم بيهتموا دايما يردوا عليكم هنجاوب على جزء من الاسئلة دي النهاردة مع الضيف اللي منورنا دكتور خالد احمد غزالي استشاري النباتات الطبية بمنظومة خبيرة التغذية العلاجية دعاء سهيل. دكتور خالد اهلا بحضرتك، دايما يا دكتور منورنا ومشرفنا. ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ يمكن يا دكتور الاسئله كتير جدا جدا انا ببص بس يعني هنحاول على قد ما نقدر طبعا. في حاجات متكرره هنبدا نكرر معاك نجاوب يعني الاسئله. انا عايز الناس كلها تقعد دلوقتي تسمع ليه؟ لان الاسئله برضو كلها مكرره بعض الى حد ما، فاحنا نقول المعلومه وهقول دي اتكررت في الاول او دي اتكررت. وارد طبعا ان كل اللي بيشوفونا اكيد هيلاقي حد سؤاله بيتقال معاه. انا مش عايز حد يقوم. بالظبط، محدش يقوم علشان اكيد السؤال اللي في دماغك هيكون ليه اجابه ان شاء الله باذن الله. خلينا يا دكتور نبدا على طول في الاسئله. معانا سؤال من ميرال بتسال، انا طولي 162 وزني 65 بس عندي بطن شويه، اقدر انزلها ازاي علشان ما اتخنش اكتر من كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ميرال الى حد ما كويسه. هي ممكن تكون عندها زياده سمنه موضعيه في البطن. طبعا انا مش عايزه تستهتر بيها. ليه ما نستهترش بالبطن؟ ان سمنه البطن هي اخطر سمنه موجوده عند البني ادم. سمنه البطن وبالذات الدهون الداخليه، يعني انه دهون نوعين، دهون خارجيه اللي احنا اللي هي تحت الجلد، ودهون داخليه اللي هي حوالين الاعضاء. تمام. فاحنا ما نعرفش دي غير بالسي تي سكان، يعني هتعمل اشعه مقطعيه بتبين اذا كان دي فين الدهون. طبعا احنا مش تخصصي، انما انا بقول لها ما تسهونيش بيها كويس، يعني هي وزنها كويس يعني 65 كيلو 162 بتلعب في 2 3 كيلو يعني. في 2 3 4 كيلو كده ايه نقص. لا انا بقول لها هي هتتصل بالمنظومه وهتاخد كورس الانسيليم. ده يا دكتور هيعالج المشكله الموضعيه دي؟ هيعالج مشكله الموضعيه دي نقطه. تاني حاجه البطن احنا بنخاف منها جدا، اللي هي الدهون اللي حوالين اللي هي موجوده حوالين الاعضاء اللي موجوده في التجويف البطني. تعرف حضرتك موجود الكبد والطحال والبنكرياس المعده الحجاب الحاجز، كل ده موجود في التجويف البطن. خوف من ايه؟ خوف من سكر النوع الثاني، خوف من الضغط، الخوف من
الكبد اللي هو الكبد الدهني، الخوف من الكوليسترول، فكل الحاجات دي تخوف طبعا. فهي لما هتاخد الحاجات دي هتخس، ونعمل نوع من انواع الوقايه ان ما يجيلهاش ان شاء الله حاجه من الامراض دي. طب يمكن يا دكتور هنا في سؤال ممكن يجي في ذهن حد بيشوفنا دلوقتي، ان هي وزنها يعتبر مثالي او شبه قريب من المثالي، كويس. ممكن تخاف تاخد مثلا الكورس لحسن الجسم كله ينزل يعني؟ لا خالص، مشكله البطن. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، هل الوزن المثالي ده فيه دهون زياده؟ خالص. خالص. صح. الوزن المثالي احنا بنخاف من ايه بقى؟ بنخاف من الاندر ويت، او الناس اللي عندها الوزن اللي هو قليل قوي. ليه القليل قوي؟ ليه بنخاف؟ في ناس للاسف الشديد بتوصل لانها بتنزل للوزن القليل خالص، اللي بيبقى عندها نحافه شديده. في الكلى عندنا متشاله بدهون مرفوعه من تحت كده، مخدات دي ممكن الجسم ياخدها، بس ده مش الحاله، مش الحاله دي خالص يعني. ده الحاله دي لو كان مثلا وزنها 40 كيلو. تمام. كويس. يبقى اذا هي لا ما تخافش، الوزن الدهون دي هتنزل. بالعكس ده الشيب بتاعها هيحلو اكتر من الاول كده. طبعا. وبتقي نفسها، قلنا من الامراض اهم حاجه الامراض. طبعا طبعا. كويس. وخصوصا يا دكتور كمان ان احنا الايام دي بندور على اي حاجه يعني تنقذنا من الامراض وتقويه المناعه. اذا كان موضوع السمنه من الاول يعني رفاهيه، دلوقتي بقى لزوم. طبعا طبعا. بقى واجب دلوقتي. ليه؟ لان الناس قاعده في البيت من بدري شويه. احنا على فكره اللي احنا فيه دلوقتي اصح نظام في الدنيا. اللي احنا فيه، اللي احنا متضايقين منه، الناس فعلا مش مستوعبه. والله العظيم. والله ده يعني يا ريت الناس تشتغل بعد الفجر وتروح على الظهر، واذا كان يشتغلوا فتره تانية ويرجعوا على 7 8 كل البلد. على فكره انجلترا كده ما فيش حاجه اسمها محلات تقعد 12 واحده بالليل. 8 بالليل كله مقفل. العالم كله كده. لا وبعدين خلي بالك كمان يا دكتور، يعني احنا في الفتره دي كلنا بناكل اكل من البيت. بالظبط كده. بطلنا ناكل اكل من بره البيت، بطلنا الفاست فود، بطلنا حاجه جميله جدا، المقليات، مش عارف الحاجات اللي بنجيبها من بره، السناكس. يبقى ده دي فرصه ان احنا ايه نخس مع المنظومه دي ومع كورس الاناسيليم. هنخس ان شاء الله ونبقى احسن من الاول ان شاء الله. طيب ناخد كمان سؤال من سلوى، سؤالها عندي شهيه كبيره، اعمل ايه علشان اقلل شهيتي؟ طيب احنا بالنسبه لسلوى بتقول انا عندي شهيه كتير. الشهيه دي جايه منين؟ الشهيه دي جايه من حاجه غريبه جدا. اللي عنده سمنه او عنده كميه الدهون كتير بيبقى عنده حاجه اسمها ليبتين ريزيستنس. يعني ايه ليبتين ريزيستنس؟ ليبتين ده اللي هو هرمون الشبع. الليبتين ده عنده بيتفرز من الخلايا الدهنيه بكميه كبيره، بس ما بيقدرش يوصل لمكانه في المخ. بسبب، انا هقولها كده هي معقده شويه بس انا هقولها ببساطه. تعرف حضرتك لما بتاكلي ايه اللي بيحصل؟ بترتفع مستوى الطاقه، بيرتفع في جسمك. فالجسم بيفرز انسولين. كده مفهومه؟ تمام. طب كل ما اكلتي اكتر الانسولين بيتفرز اكتر. يعلى. المفروض بيتفرز ايه تاني معاه؟ هرمون اسمه هرمون الليبتين. الليبتين ده اللي هو هرمون الشبع، اللي هو بيقول للبطن كفايه. بيقول لها كفايه كفايه اكل كده. الانسولين لما بيتفرز بالزياده بيمنع هرمون الليبتين اللي هو يعمل تاثير المخ بتاعه، تاثيره على المخ. فبالتالي بياكل بالزياده. خلاص الاحساس الشبع راح. ايه اللي خلاها بقى؟ اللي بالنسبه ليها احسن حاجه موجوده اللي هو كورس الاناسيليم. ليه كورس الاناسيليم؟ مش عشان انا بعمل عليه شغل او بعمل عليه دعايه او الفايبرز او الالياف. الفايبر هي والالياف هي كلمه السر دلوقتي في انقاص الوزن. زمان كان يقول لك لا جوعي نفسك، كمان يقول لك مش عارف ايه، ربع مش عارف ايه. لا دلوقتي بقى العلماء بيحسبوها بتاخدي فايبرز قد ايه في اليوم. هي لو خدت كورس الاناسيليم، اول حاجه الفايبرز اللي فيه اللي هي الالياف اللي موجوده في الاناسيليم بتملى البطن، فبالتالي بتاكل قليل. طيب بتقلل حاجه اسمها الانسولين ريزيستنس. الانسولين اللي هو مقاومه الجسم للانسولين. تمام. مقاومه الجسم، فبالتالي الانسولين مش هيتفرز بكميات كبيره، فبالتالي بتخلي هرمون الشبع يقول لها كفايه اكل كده. يعني بيكون طبيعي. يبقى احنا كده خدنا حاجتين. حاجتين هيخلي اكلها يقل. اول حاجه احنا كبرنا لها كميه الاكل اللي داخل معدتها بايه؟ بالفايبر او اللي هي الالياف اللي موجوده في الكورس. تمام. تاني حاجه احنا بنقلل لها الشهيه كمان بالجارسينيا اللي موجوده الكبسولات. تالت حاجه قلنا ان احنا بنقلل كميه الانسولين المفروز اللي بتتفرز. ليه؟ لانها بتديها طاقه اقل، لان حجم المعده زي ما هو، انما انا حاطط لها حاجات زيرو فايبرز. يعني خلي بالك الفايبر، سوري، زيرو كالوري. الفايبر زيرو كالوري، ما فيهاش كالوريز خالص. فبالتالي هي بتحس بالشبع بسرعه وبتاكل اقل وبتحس ان هي مبسوطه جدا. حلو قوي. يبقى بتاخد كورس الاناسيليم، وطبعا الخبره بتوع التغذيه بتوعنا بيوجهوها للتغذيه. طبعا في متابعات كويسه جدا. بالتالي يا دكتور مشكله الشهيه العاليه دي يعني مشكله مشتركه من فئه كبيره يعني. والله الشهيه العاليه دي ممكن كمان تكون تحت الاسترس.
يعني اه في ناس تبقى مضغوطه تاكل زعلانه تاكل بالظبط كده، وده غلط. اه طبعا يعني هي يعني هي عمليه دايره معينه كده بتحصل في الجسم. هو مش يعني احنا مش عايزين نقعد نتكلم كلام علمي لانه يعني كلام احنا عايزين شوية. الكلام البسيط اللي احنا نفهمه بناكل كتير بتفرز انسولين كتير وهرمون شبع كتير، الانسولين بيحجز هرمون الشبع بس. تمام. طيب احنا دلوقتي هنشوف مع بعض كل البيجز بتاعه الفريق الطبي لخبيره التغذيه دعاء سهيل لاي حد يتحب يتواصل مع دكتور خالد غزالي او يبعت له اي استفسار بعد فقرتنا النهارده او عنده اي سؤال وما لقاش سؤاله معانا النهارده او ما لقاش اجابه لسؤاله يقدر يتواصل مع دكتور خالد بعد الفقره على طول، ودكتور خالد والفريق الطبي كله هيرد اكيد على كل اسئله حضراتكم. ناخد كمان سؤال يا دكتور من ايمان بتقول من فضلك وزني 90 وطولي 165 سني 39 ممكن حاجه تعلي الحرق لاني تعبت من الدايت دون فايده. كويس قوي. ايمان وزنها 90. تمام. انا اصلا يعني عشان الاسئله معايا مش بغش والله. لا لا عشان حضرتك لا لا انا عملت فيه لا لا لا, لا مش كده، لا اصل انا في عمليه حسابيه فمش هقدر اعمل بقى اطلع كالكوليتر. ايمان دلوقتي وزنها 90 وطولها 165 وسنها 39 تعلي الحرق، مفيش حاجه اسمها تعلي الحرق وتوطي الحرق. هنقول ليه؟ احنا لو قلنا ان انا عندي في كورس الاناسيليوم اللي احنا بنديه حاجه بتنشط الغده الدرقيه. ليه بتنشط الغده الدرقيه؟ عشان فيها يود. أوكي. اليود هو تي 3 اسمها تي 3 وتي 4. التي 3 ده يعني الهرمون ده في ثلاث هرمونات، الثيروكسين ده في ثلاث ذرات ايودين يود. والثاني فيه اربعه، كويس؟ هم دول هرمونات الحرق. هرمونات الحرق زائد البايل اللي هو الصفرة. انا بنشط كل ده، انا بنشط كل ده، بنشط هرمون الثيروكسين اللي هو بيطلع هنا، وبنشط اللي هو الحرق اللي هو بالبايل، البايل اسيد اللي هي البايل اسيد الموجوده اللي هي المراره بالسائل المراري. تاني حاجه ان انا ليه بقى بعمل كده؟ لو يعني اللي عايز يعرف ممكن حاجه بسيطه، احنا قلنا ده عشان فيها يود. تمام. كويس. اليود ده موجود فين؟ في الفايبرز اللي احنا بنديه. طيب تنشيط هنا انا دلوقتي بقلل كميه الدهون اللي بتروح الجسم. كويس. فبقلل افراز البايل، بقلل افراز الايه، لان دي بتفرز بتعمل الدهون. فباخد البايلز الزياده دي واخرجها بره. دكتور كمان سؤال، نهى بتسال يا دكتور انا وزني 78 كيلو طولي 169 سنتي عندي وزن زايد، ازاي انقص في وزني او انقص في وزني مع العلم عندي نقص في انزيم الاميليز الاميليز في الدم، ما هو الحل؟ وواضح كده انها مش من مصر، فهل في توصيل لخارج مصر؟ طيب طبعا احنا بنوصل لخارج مصر، انت ما تخافش خالص، احنا قلنا المنتج امن. عارفه حضرتك 99% من النباتات اللي خارجه من الارض او 95% من النباتات اللي خارجه من الارض يعني امنه. مالناش دعوه بال 5% التانيين دول، انما هي هتاخد الكورس. ماليش دعوه بالانزيمز، ماليش دعوه بانزيم الاميليز او او او، انا بديلها حاجه امنه لانها الفايبرز في نوعين في الموضوع ده. في فايبرز بتدوب وفايبرز ما بتدوبش في الميه، كويس؟ انا ماليش دعوه بالحاجه دي خالص. وبعدين ان شاء الله هي كل اللي عندها في البي ام اي بتاعها 27.8 هي وزنها كويس، وزنها يعني على حافه انها وزنها يزيد. فلما هتاخد الكورس وزنها هينزل وتبقى زي الفل بدون اي مشاكل باذن الله. جميل. في سؤال من فتحي وزنه 96 كيلو بيفكر يعمل عمليه تكميم معده، ولا في امل ينزل بالرجيم والرياضه؟ يمكن السؤال ده برضو ناس كتير قوي بتساله، بتكون مقبله على عمليات التكميم وبيفكروا يعملوا محاوله مع الرجيم الاول. طيب احنا قلنا عندنا مفيش رجيم، احنا بنخليكي تاكلي كل حاجه. بس ازاي المعادله تاكلي كل حاجه وتخسي؟ لان انا هقفل هخليكي تاكلي كميات اللي انت المفروض تاكليها بس وسعرات قليله جدا. أنا أول حاجة قلنا كورس الأناسيليوم بيتكون من ثلاث حاجات أساسيين. أول حاجة قلنا الجارسينيا دي في كبسولات. طيب. الكبسولة دي بتخليكي تقفل الشهية، دي حاجة. تاني حاجة بتخلي الواحد ما بيكسر تكسر الدهون. بتفتت الدهون، تعمل حاجة اسمها الليبوليسيز، دي اللي هو تكسير الدهون وبتقلل عدد خلايا الدهنية. يبقى دي أول حاجة، أنا خدت من جسمك واديت الكميات من بره أقل. تاني حاجة قلنا ال كارنتين ده، ال كارنتين ده بتبقى نقط بتيجي بتزود الحرق. أوكي. وتزود المصل الكتلة العضلية. فبالتالي بتخليكي أقوى شوية وبتستحملي. تالت حاجة قلنا الأناسيليوم نفسه، الأناسيليوم ده فايبرز بيعمل حاجتين هنقولهم بسرعة. أول حاجة بينفش في المعدة فبيبقى
بيخليك تحس بالشبع بسرعه. تاني حاجه بيمص الدهون، بيقلل امتصاص الدهون. انت عارفه طبعا ان الدهون اكتر حاجه فيها الايه، فيها سعرات والسكريات. كويس. تالت حاجه قلنا بيساعد برضو على تكسير الدهون ويقلل عدد الخلايا الدهنيه. فبالتالي هو انا اضمن له، هو استاذ فتحي عنده البي ام اي بتاعه مش عالي قوي 32 اللي هو البادي ماس اندكس بتاعه، فبالتالي هو ان شاء الله هيخس يعني معنا هيخس. الموضوع هنا يستحق التجربه. ده مش يستحق، ده انا يستحق التجربه وان شاء الله ضامنين له النجاح. خلاص يعني ان شاء الله نأجل التفكير في العمليه. لا 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 مش مستاهله خالص، ده هو شهرين بالظبط هيرجع وزنه زي ما هو عايز واحسن كمان. طب حلو قوي يا دكتور. سؤال كمان من سعد من بيروت، انا اخدت الاناسيليوم ما خستش غير 2 كيلو، ليه وازاي اقدر اخس زي باقي الناس اللي خست لما خدت الاناسيليوم؟ ممكن اعرف مشكلتي فين؟ مشكلتك عندك. ازاي بقى يا دكتور؟ هو ما سمعش الكلام. نسي، قال لك لا انا النهارده مش هاخد الكبسوله، انا هنام. ممشيش على التعليمات يعني. ممشيش على التعليمات. احنا قلنا احنا بناخد الكبسوله الصبح قبل الفطار بساعه، كويس، والاناسيليوم الباودر قبل الاكل بثلث ساعه، قبل الفطار بثلث ساعه. طيب انا دلوقتي لما ما بعملش كده بدي فرصه ان انا جوع بسرعه. طبعا هرمون الجوع يجي، وفي هرمونين بيتحكموا في الشهيه، واحد بيقفل الشهيه، واحد بيفتح الشهيه. هرمون الجوع ده موجود فين؟ موجود في المعده فوق هنا، بس تاثيره مش من هنا، تاثيره من على بعد 20 أو 6 متر. لان هو لازم لما يطلع من هنا بيطلع زي حاجه خام. لازم عشان يتنشط بيتنشط بانزيم معين اسمه بيبتايد واي واي، موجود بعد 6 متر. يعني في 6 متر ده كتير قوي، انت عارف الامعاء 15 متر. فبالتالي بياخد المسافه دي. انا دلوقتي لما بقفل الشهيه بساعده ان هو هرمون الجوع ما يطلعش. هو طبعا لخبط ما سمعش الكلام، وبعدين يا ريته مثلا لخبط له يوم ولا يومين، لا ده لخبط له فتره، اكيد ده كان مسافر وما خدش الكورس معايا. لا هو يا دكتور احنا دايما فعلا بنقول ان البيشنت او المريض او الشخص اللي هو قرر ان هو هياخد اي كورس علشان يخس جزء كبير جدا جدا عليه طبعا. يعني الدكاتره او خبراء التغذيه بيعملوا اللي عليهم وبيفضلوا معاك في المتابعات، ولكن حضرتك او حضرتك عليكي جزء مهم هو جدا. ما اتصلش في الطاعة. كمان هو انا لا هو كمان عندي هنا نوتس بيقول لي ده ما قطعت اخباره حوالي 3 اسابيع. يعني هنا ولا في اتصال بخبراء التغذيه ولا في فعلا هو انقطع. هو كان شكله مسافر. مسافر و... اكيد كان في ظرف ما يعني، بس يعني لا لان هم عندي كده بيقولوا لي ان هو ما كان بقاله 3 اسابيع اتصلوا بيه ما بيردش. لازم بقى يا استاذ سعد يعني تجرب تتصل من الاول وجديد، وتجرب تتابع مع خبراء التغذيه من هترجع الاول وجديد، وتنزل وتمشي بقى على التعليمات المره دي. يعني مينيموم 8 كيلو ومفيش ماكسيمم، بس بنقول 12 كيلو. خلاص احنا نستنى اكيد يعني حضرتك تبعت لنا بقى الفقره اللي جايه وتقول لنا ان شاء الله عملت ايه. في سؤال تاني يا دكتور من اسراء بتقول لو سمحت انا وزني 86 وطولي 162، عندي بيبي 5 شهور بيرضع طبيعي، ممكن طريقه لانقاص الوزن؟ طيب احنا طب هي اسراء دلوقتي البي ام اي بتاعها 33 عشان كده ناخد الورقه دي. هي ان شاء الله ما عندهاش يعني، هي ممكن تنزل حوالي كتير مش قليل، عندها وزن كتير شويه 86 ده كتير شويه. احنا طيب هنعمل ايه؟ اسراء هتبعت تصل تاخد كورس الاناسيليوم، بس تقول المعلومه دي، هتقول معلومه تاني هي لسه مش موجوده عندها. العمر بتاعها كام سنه؟ كويس. البيبي هل ابتدى ياكل مع الاكل اكل جانب الرضاعه. ثالث حاجه هي بتبتدي تاخد الكورس الاناسيليوم، هم دكاتره التغذيه هيتابعوا معاها بالظبط هتاخد ايه الطريقه بالظبط. وبعدين في ميزه في الكورس بيخليها تشرب ميه، دي حاجه مفيده جدا للرضاعه يعني. بالظبط هي دي، هم عشان كان زمان يضحكوا على الناس يقولوا لهم كل حلاوه، والحلاوه هم بياكلوها ليه؟ هتاكلي حلاوه وتتخني على الفاضي يعني. لا هتاكلي حلاوه عشان تعطشي. لا بس هي الاضرار بقى يا دكتور ايه؟ لا ما هو هتاكلي حلاوه طبعا لما لو شربت ميه، هي الميه كفايه. طبعا الميه كفايه. فدي دي بس تتصل ما تخافش، ان شاء الله الكورس امن 100%، مفيش اي خوف على البيبي ولا عليها، وهتخس. لان احنا عارفين في معادله مصريه كده، البنت تتجوز 65 بعد الجواز بشهر بقت 75، بعد الولاده بقت 90، في الرضاعه بقت 105. دكتور هتزعل منك دلوقتي يعني كميه ستات يعني. دراسات على فكره والله. دكتور خالد بيهزر معايا يا جماعه يعني. خلينا ناخد كمان سؤال
من كنزي عندها مشكله افتكر انها عند ناس كتير تقريبا، بتقول انا وزني 69 وطولي 55، انا بعاني اني بتخن في الهمش والبطن والذراع من فوق، ورجلي رفيعه مش بتتخن خالص، وبشرب ميه قليل، ومواعيد اكلي مش منتظمه، اعمل ايه علشان اخسس المناطق دي؟ وهل في حاجه تخلي رجلي تملى شويه؟ طيب نبتدي من الاخر الاول. لا مفيش حاجه بتخلي الرجل تملى. يعني السؤال لا 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 غريبه شويه يعني. لا لا سؤال غريب شويه. لا لا مفيش رجل بتملى دي، وبالعكس يعني في قصه كده بس مش وقتها هنحكيها يعني. تمام. لو جينا بصينا لكنزي، كنزي عندها 36 البي ام اي بتاعها، اللي هو معدل كتله الوزن، ده كتير قوي. يعني هي داخله على سمنه مفرطه. طيب لازم تاخد كورس الاناسيليم، ومع خبراء التغذيه هيبتدوا ينظموا لها ميعاد اكلها وميعاد شربها، وان شاء الله هتخس كويس، بس هي محتاجه حوالي 3 4 شهور علشان تخس 100%. واحده واحده. لا ما احنا قلنا بناكل كل حاجه بنشرب كل حاجه، بس احنا اللي بننظم كميه الاكل اللي بتاكليه. طبعا المهم برضو في الاخر يا دكتور التعليمات يعني. ما احنا بنقول بتتصلي وقت ما انت عايزه، وفي الوقت اللي انت عايزاه، وبيرد عليكي نفس الشخص اللي كان معاكي. بالظبط كده، الدكتور اللي كان معاكي هو اللي بيرد عليك، او الدكتوره. بس فهي دي مشكلتها، ان هي حياتها يعني مش منتظمه، فكورس الانسيليم هيظبط لها حياتها ويضيع لها. بصي حضرتك، ما دام في سمنه مناطق يبقى في ستريس. كويس؟ ما دام في ستريس يبقى في مشكله عندها في ان هي عصبيه شويه بتاع، لان الكورتيزون هو اللي بيعمل سمنه مناطق. تمام، نهدى بقى كده وناخد الكورس ونتابع مع خبراء التغذيه بتوعنا الحلوين، علشان نوصل في الاخر للنتيجه اللي احنا عايزينها يا دكتور. بالظبط. للاسف الوقت جري مع حضرتك، كان لسه معايا اسئله كتير جدا جدا، بس ان شاء الله يعني موعدكم ان احنا ان شاء الله في المره الجايه هنكمل كل الاسئله. واي حد النهارده كان باعت لنا سؤال وما لقاش سؤاله معانا النهارده، او اي حد جاوبنا يمكن على سؤال شبيه لسؤال قالوا النهارده وبرده محتاج يعرف تفاصيل اكتر، يقدر يتواصل مع دكتور خالد بعد الفقره مباشره وفي اي وقت 24 ساعه. دكاترتنا وخبراء التغذيه بتوعنا كلهم بيردوا على جميع اسئله حضراتكم، ان شاء الله مش هيخلوا اي سؤال يتبعت من عيش صح الا لما يجاوبوا عليه. نورتنا يا دكتور خالد النهارده وشرفتنا. كان معانا منورنا دكتور خالد احمد غزالي، استشاري النباتات الطبيه بمنظومه خبيره التغذيه العلاجيه دعاء سهيل. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عيش صح. ازيكم؟ تالت حلقة من فقرة ماي فارش. طبعا الحلقات مكونة لأربع فقرات صغيرة، أول فقرة فيها هي كلام في الجمال، هدخل على طول في الموضوع. أول حاجة معانا النهاردة هنتكلم على أهمية خل التفاح. خل التفاح فيه ثلاثة ضد البكتيريا، ضد الفطريات، وضد الانفكشنز أو ضد الالتهابات. بيعمل إيه خل التفاح؟ خل التفاح بيبقى ممتاز للبشرة اللي فيها حبوب أو اللي بيبقى فيها عيوب. نيجي نستخدم خل التفاح ازاي؟ بنجيب خل التفاح ونخففه بشويه ميه، بجيب مقدار نص كوبايه صغيره او خليها ربع كوبايه صغيره مع اربع كوبايات كبيره، وبقلبهم كويس جدا جدا وابتدي احطه على البشره. خل التفاح بيعمل ثلاث حاجات مينلي بشكل رئيسي. اول حاجه المسام الواسعه بيخليها اكثر انكماشا، بيخلي البشره الدهنيه او البشره المختلطه ترجع ان هي تبقى بشره عاديه، لان هي بتعمل التوازن بتاعها. هاتوا خل التفاح واستخدموه وقولوا لي ايه رايكم. تاني حاجه معايا النهارده، هل تعلم ان الراس بيبقى فيها من 100,000 شعرايه ل 150,000 شعرايه؟ هاوفر ان الشعر بيقع يوميا من 100 ل 120 شعرايه، يعني لو في اي ولد او اي بنت شعرهم بيقع في اليوم، لو حس ان هو بيقع اكتر من 100 ل 120 شعرايه يبتدي يشوف السبب وراء ايه. حاجه تانية، ان الشعر بينمو 90% منه بينمو و10% منه بيرست. حاجه اخيره، هل انتوا عارفين ان الماده اللي موجوده في الشعر هي ماده الكرياتين؟ هي نفس الماده اللي موجوده بالظبط في ديل الحصان وفي الشعر الموجود بتاع الحصان. اخر حاجه هقول لكم عليها، ان الشعر التاني اكتر حاجه بتنمو في الجسم بعد النخاع. تالت خبر، القناع المغناطيسي اسمه ماجنتيك او فيشل ماجنتيك ماسك.
لو تعرفوا مادونا، هي مغنية غربية. مادونا قررت ان هي تعمل براند جديدة للعناية بالبشرة، عملتها في اليابان وبعد كده اخدتها على امريكا. من اوائل الناس اللي اتكلمت على الماسك بتاع المغناطيس. بيعمل ايه؟ بيبقى فيه جزيئات كده مليانة حديد، ولما بيجي بنشيلها بالمغناطيس. طب بتعمل ايه؟ بنشيل كل حاجة البشرة مش نظيفة من جوه المسام نفسها، فبالتالي بتخلي البشرة اكثر مرونة واحسن في التجاعيد، وبتخلي الخلايا كلها بتبتدي تتجدد. رابع حاجة، وهي حاجة انا مش عاجباني، من اكتر الحاجات اللي وانا بتكلم عليها، هي الترندز او التقاليع اللي موجوده. في ناس كتيره جدا بتتفنن قوي في الضوافر والوان الضوافر وحركات كده. في واحده كوريه قررت ان هي تعمل تقليعه جديده زي ما احنا شايفين، تحط الشعر على الضوافر، وده المفروض يعني ان هو حاجه جديده او ترند جديد. الغريب في الموضوع ان هي عندها اكتر من 400,000 فولور. الغريب اكتر في الموضوع ان ناس كتيره جدا جدا اتبسطت بالموضوع ده وقررين ان هم يعملوه. الخبر اللي معانا بعد كده او المعلومه اللي معانا بعد كده هي عن الرجاله. زي ما احنا قلنا ان شعر الراس من 100,000 ل 120,000 شعرايه او 150,000 شعرايه، شعر الدقن بيبقى من 10,000 شعرايه ل 15,000 شعرايه. لما عملوا احصائيه لقوا ايه؟ لقوا 90% من الرجاله ما بيهتموش يرموا امتى مكنه الحلاقه، و10% بيهتموا وبيقروا اللي موجود بالظبط. ال 90% دول ممكن يتسبب لهم ايه؟ ممكن يتسبب لهم الحبوب او العيوب، او تبقى البشره مليانه حساسيه او هرش. علشان كده واحنا بنجيب مكنه الحلاقه لازم نبقى عارفين مكتوب عليها ارميها بعد 3 شهور، ارمي، ارميها دلوقتي، ارمي، استخدم وارمي. لازم تعمل الصح علشان ما يحصلش اي مشاكل. نصيحه صغيره هقولها للناس اللي بتحلق دقنها، يوم ما تيجي تحلق دقنك وانت معاك مكنه الحلاقه، احلق يعني احلق مسافات قليله. ما ينفعش تمسك مكنه حلاقه وتقوم عامل كده، ده ممكن يسبب ايه؟ ممكن لو في بكتيريا هنا تتنقل هنا، تقوم منقوله هنا، فانت تحلق حته صغيره وتقوم شاطف مكنه الحلاقه وبعد كده تقوم مكمل. الحاجه اللي بعد كده معانا منتج غالي جدا 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 في فئه المنتجات بتاعته. طبعا البنات كلها عارفه الرموش الصناعيه، صح؟ الرموش الصناعيه اللي احنا مقدمينها دلوقتي كري اد بيوتي، 25,000 جنيه مصري او 1400 دولار، معموله من الماس و18 ايراط ذهب، علشان خاطر يبقى شكلها حلو يعني، والناس كده تحت عينيها بتلمع وفوق عينيها بتلمع وكده. هل ممكن تجيبوا منتج زي ده ولا لا؟ اكيد لا، يعني انا طبعا عمري في حياتي ما افكر فيه. الناس اللي عندها بنات صغيره، في ابلكيشن رائع اسمها هير ستايل فور كيدز. بتعمل ايه الابلكيشن دي؟ بتعلم البنات الصغيره او الامهات ان هم يعملوا لهم شعرهم بتسريحات مختلفه جدا وبتسريحات جديده. من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقول عليها اخر حاجه، طبعا اتكلمت في اول حلقه عن لبن الحمار وقد ايه هو مهم جدا للبشره، بيستخدموه بره في اليونان اسمه دونكي ميلك. تاني حاجه اتكلمت عليها، دايما بتكلم على الاخبار الغريبه، هو افرازات الحلزونه ما بيستخدموا فيها ماسكات للوش او بيعملوا بيها مساج للوش قد ايه مرطب للبشرة. النهارده سم النحل. سم النحل بيستخدم دلوقتي ان هو بيبقى ناتشرال انتي بايوتيك او انتي بايوتيك طبيعي للبشره، او بوتوكس طبيعي للبشره، فبالتالي بيخلي الوش مشدود جدا جدا جدا. طبعا مش هنجيب النحله وناخد سمها ونحطها على الوش. في كريمات ولوشنز بسم النحل بيطري البشره، بيخليها اكثر مرونه وبيشد البشره جدا. اخبار في الجمال او كلام في الجمال موجوده معانا في كل حلقه، بس الفقرة اللي جاية هتبقى فقرة مختلفة جدا. معانا ضيفة أنا مش هتكلم عليها، هي هتيجي بقى وهي بقى تقعد تشرح لكم حاجات كتيرة جدا. اسمها خديجة فادي دريس. استنوا الفقرة اللي جاية بفارغ الصبر. تحياتي. ازيكم؟ معايا ضيفه خطيره لذيذه جدا جدا، لمضه جدا جدا. طبعا مفيش حد بيقدم ضيوف ويقول عليهم لمضه ولا خطيره ولا الكلام ده كله. معايا خديجه فادي دريس. ازيك يا خديجه؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. Tu parles langue française؟ Oui. Quel âge as-tu؟ 6 ans. 6 ans. عندها 7 سنين ونص، وهي اصلا فرنساوي. وخديجه بقى النهارده قلت بدل بقول على المشاكل اللي الامهات بتعملها للبنات او عندهم ايه المشاكل اللي بتعملهم، قلت بقى اعرف منها هي بتواجه مشاكل ايه، لان انا قعدت معاها قبل كده وقالت ان هي عندها مشاكل وكده. بس قبل ما اقعد مع خديجه ونشوف ايه هي المشاكل، تعالوا نطلع فاصل نشوف، مش فاصل، تعالوا نروح يعني اراء الناس وايه اكتر مشاكل اللي بتقابل الاطفال مع امهاتهم. أكتر
المشاكل الشائعه اللي بتقابل حضرتك في الاولاد مع بشرتهم وشعرهم السمر؟ الميه والجو بقى في الشتاء بيعمل نشفان لبشرتهم وشعرهم قوي، يعني بيبقوا محتاجين ترطيب دايما. والله الموضوع ده انا ما اقدرش ارد عليك فيه، مامتهم هي اللي ترد بقى في الحوار ده، لان انا مش عارف بالظبط. والله ايده بتقشف وجنب بقه كده برضه بيقشف من الشتاء طبعا. جفاف عشان هما بينزلوا البسين يتدربوا سباحه وبيحصل لهم جلده بيقشف شويه وبينشف في البارن، والشعر برضو لازم يبقى فيه ترطيب دايما للشعر وللجسم. النشفان والبهتان الجسم شويه عشان تحتاج شويه كريمات. الجفاف في البشره مثلا ممكن مثلا لو واخدين دور برد وكده ممكن يظهر معاها حساسيه بسيطه كده يعني. نوعا ما بتبقى في جفاف شويه كده اهوت، لكن بنحاول ان احنا نعالجه. شعرها كيرلي فبيهيش، بس هذه المشكله الوحيده. حصل جفاف اوريدي يعني عندي بنتي صغيره عشان جلدها حساس، واوريدي بشرتها دايما يعني بتبقى في الشتاء فيها جفاف جامد جدا، سو اوريدي بنهتم نحط لوشن او كريم او اي حاجه. والله ممكن جفاف البشره، تشققات في الشفايف، سقوط شعر، ساعات قشره شعر. بشرته الحمد لله ما فيش حاجه، بس شعره شويه كان يعني شويه قشره صغيرين، بس انا بتابعه يعني. بشره الاطفال عامه بتبقى ناعمه، مش بتحتاج حاجه يعني. لا ايه يا خديجه، انا سمعت انك بترقصي زومبا وبتعملي حاجات قد كده صح؟ طب بقول لك يا خديجه، قولي لي بقى كده، انا عايز اسالك شويه اسئله مامي بتعملها لك، وسيبك ما تبصيش لمامي خالص ماشي. النهارده انت بتستحمي كم مره في الاسبوع؟ كل يوم. كل يوم، ودي اول حاجه غلط. المفروض ان الامهات تخلي البنات يستحموا مرتين بس في الاسبوع. اول ما بنبقى في الصيف بيبقى 3 مرات لـ4 مرات، عارفه ليه؟ لان انت المفروض لما حد بياخد دش بشرته بتبقى جافه جدا جدا، او بيبقى دراي سكين قوي قوي قوي، فبالتالي لازم تبقى مرتين، ما يبقاش اكتر من كده. بتستخدمي شاور جل؟ عامل ازاي؟ ايه في بابلز؟ كتير؟ بص. طيب انا عايز اقول لكم ان المفروض ان شاور جل او جل الاستحمام المفروض ما يبقاش بيرغي قوي، لان كل ما يبقى فيه بابلز او بيرغي اكتر كل ما يبقى بيخلي البشره اكثر جفافا. طب انا بقى عايز اسالك سؤال تاني، انت مامي بتستخدم لك المشط الخشب ولا البلاستيك؟ بلاستيك. انا على فكره والله العظيم ما متفق معاها ولا حاجه، انا قلت اقعدها واقررها، اكتر حاجه لازم نستخدمها هو المشط الخشب، لان البلاستيك بيعمل حاجه اسمها الكتريك ستاتكس او كهرباء مغناطيسيه اللي هي بتطرقع الشعر ويخليه قصف. عايزك بقى تبصي كده وتقولي للناس ازاي بتغسلي وشك. يلا. انا بعمل ايديا كده، ها، بعدين بعمل ميه كده، بعمله كده. ما بتستخدميش اي حاجه؟ صابون، لوشن؟ لا، بستخدم لوشن، وبستخدم يعني كريم. طيب هي النهارده خديجه قالت حاجه صح جدا، قالت ان هي اول ما بتيجي بتغسل ايديها الاول، وش طبعا حاجه صح جدا، المفروض ان انت بتغسلي ايديك الاول علشان لو في اي بكتيريا او اي حاجه، وبعد كده بتحطي الغسول بتاعك وتبتدي تغسلي بيه وشك، وبعد كده بتغسليه بميه ساقعه ولا سخنه؟ لا، بغسل بميه ساقعه. صح كده، هو المفروض ان احنا ولا نخليها سخنه قوي ولا نخليها ساقعه قوي، لان السخنه بتلهب الوش والساقعه مش بتنظف قوي الدهون، فالمفروض ان هي تبقى ميه فتره. طب ازاي بتغسلي شعرك؟ يعني بحط شامبو؟ بحط شامبو وبعمل كده بعمل كده وبعمل كده وبعدين بغسله بالميه، والكونديشنر لما بحطه بكون نظفت شعري، فبعدين عشان حطيت الكونديشنر بسرح شعري بقى. حلو قوي. يبقى هي النهارده اول حاجه عملتها ان هي ممكن تستخدم الشامبو، بس النصيحه بقى للاطفال ان انتوا لازم قبل ما تستخدموا الشامبو على الشعر لازم تغرقوا
تغرقوا الراس بالميه، وبعد كده تقوموا واخدين مقدار نص معلقه صغيره من الشامبو. انا بحب اكتر يبقى شامبو بيبي، بيبي شامبو او شامبو مخصص للاطفال، لان ده بيرغي اقل بشكل غير طبيعي، فبالتالي ما بيخليش فيه كيماويات كتيره جدا على الشعر. بعديها بقوم بعد ما بعمله، ما بقدرش بعمله بطريقه جامده جدا، بعمله بالراحه جدا، وبعد كده بقوم غسله بميه فاتحه. خديجه تستخدمي سان بلوك؟ اه. يعني ايه سان بلوك طيب؟ سان بلوك ده بيغلي الشمس ما تحرقكش. صح. طب ايه، طب مامي بتقولك سان بلوك ولا سان بروتكشن؟ مامي بتجيب لنا سان بلوك. سان بلوك. طب في فرق ما بين سان بلوك وسان بروتكشن، علشان خاطر انا وخديجه بنتكلم، هي بتتكلم صح جدا. السان بلوك هو اللي بيمنع اشعه الشمس اللي هي بتخترق الجلد واشعه الشمس الضاره. السان بروتكشن بيمنع برضو اشعه الشمس الضاره اللي هي تدخل الجلد، بس ساعات بيصنع. خديجه عايز اسالك سؤال النهارده، انت مبسوطه بشعر كيرلي؟ في ناس بتبقى متضايقه منه او بيقولوا لك حاجه؟ اه. طب ممكن تقول لنا؟ لا لكن مش وانا كده يعني. قولي انا في ناس كتيره جدا لما بطلع، انا بطلع اتكلم عن الشعر وبطلع اتكلم عن البشره، بس في ناس كتيره جدا بيقعدوا يتريقوا عليا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك والانستجرام وكده، بيقعدوا يقولوا انت رع اقرع اصلع ازاي بتتكلم عن الشعر. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو كده ده بولي بولينج. بولينج يعني الناس بتتريق على بعض او تنمر. ها البولي ده يعني طريقه بيقعدوا يقولوا كلام وحش. طب وانت بقى بتعملي ايه لما حد بيقعد يقولك انت شعرك كيرلي او كده وشكلك شعرك منكوش؟ بعض يعني بعمل اكنه هو مش بيقول اي حاجه وبمشي واسيبه، علشان خاطر انت عندك سيلف كونفيدنس او واثقه في نفسك قوي. صح؟ صح. طيب احسن حاجه يا جماعه، انا كنت قاعد مع خديجه بتقول لي ان وهي في المدرسه او وهي في وسط ناس بتلاقي ناس كتير جدا بيقعدوا يقولوا لها انت منكوشه او مش منكوشه وكده، وهي ولا بيفرق لها اي حاجه، لان هي طبعا شكلها زي القمر. وانا قلت لها انا في ناس بتقعد تتريق عليا على السوشيال ميديا ويقعدوا كده، قالت لي تقعد ولا كانك سامع اي حاجه، تفضل قاعد كده صخ سليم ولا يفرق لك اي حاجه. صح يا خديجه؟ طيب كذا نصيحه هقولها دلوقتي للاطفال ورا بعض او للامهات. اول حاجه، ما ينفعش يستحموا يوميا تحت مظلة ان دي نظافة، مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات بالكتير عشان ما تبقاش البشرة جافة. لازم تستخدموا لهم سان بروتكشن قبل ما ينزلوا بتلت ساعة علشان يلحق يعمل البروتكشن او الحماية من الشمس. لازم يستخدموا المية الفترة. بالنسبة للشامبو لازم يستخدموا شامبو للاطفال ويتخفف بمية، ولازم يستخدموا المية الاول على البشرة. دي كلها نصايح سريعة جدا 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 احب ان انا اقول عليها. خديجة انا بشكرك جدا ومبسوطة قوي ان انت معايا. انت كمان؟ يا سلام. انت كمان؟ طب خلي انا اول مره اشوف وضيع كده رفيع كده. يا سلام. بس ده مش بولي، ده حاجه حلوه. ميرسي يا خديجه والله. والله انت زي القمر وزي الفل، واي حد يقول لك انت منكوشه قولي له ولا كانك سامعاه خالص وامشي على طول من غير ما تزعلي. ماشي؟ وعد. برومس. الفقرة الجاية هي فقرة الأسئلة، هقرأ كل أسئلتكم على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وعلى السوشيال ميديا، استنوني. رجعت لكم من الفاصل. دلوقتي هي فقره الاسئله، علشان ناس كتيره جدا بتبقى عندها حاله ايه ده، نتكلم على ايه او نبعت لك في ايه او الفقره امتى. الفقره يا جماعه كل يوم جمعه من الساعه 6 للساعه 7 بنستقبل كل استفساراتكم او اسئلتكم او اي حاجه انتوا عايزينها او اقتراحاتكم على الفيسبوك. هتلاقوا اسم الصفحه انبوكس، ات انبوكس، اكتبوا على طول انبوكس، وهي برضو مكتوبه على الشاشه. الانستجرام اسمه انبوكس البلد. لو عايزين تتصلوا بينا من اي تليفون 2320 من اي تليفون محمول، او تبعتوا مسجز من 2320. لو عايزين تتكلموا من تليفون ارضي 09232. ده كل طريقه اتصالاتنا. خليني بقى اقول لكم على حاجه قبل ما ابتدي ادخل على الاسئله، لان انا لقيتها متكرره في كذا سؤال. ناس كتيره جدا بيقولوا ان بشرتهم دهنيه، فعلشان خاطر هم داخلين على الصيف وكده، هل يستخدموا الكريمات او المرطبات ولا لا؟ بصوا يا جماعه، البشره لما بتبقى دهنيه بتبقى لازم 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 نحط لها مرطب.
لو انت قررت ان انت مش هتحط مرطب ايه اللي بيحصل؟ البشره بتعند اكتر، بتقول ده انا وشي خلاص انا كده يعني، انت ما بتحطش مرطب طب انا هفضل اطلع زيوت لحد ما في حاجه توقفني، فلازم استخدم مرطب. بس المرطب ده ليه نوع اسمه مرطب خالي من الزيوت او اويل فري. ممكن اعمل حاجه من البيت جامده جدا، ممكن اعمل 2 معلقه كبيره جل الصبار او جليسرين، 2 معلقه كبيره جل صبار و1 معلقه كبيره ميه ورد، يبقى 2 معلقه كبيره جل صبار و1 معلقه كبيره ميه ورد، بقلب الاثنين على بعض كويس جدا جدا. هل انا حطيت زيت؟ لا. طب هل انا يوم ما اجي احط زيت ده المفروض ان هو هيدهن او هيزيت الوش اكتر؟ برضو لا، بس في انواع زيوت معينه المفروض استخدمها وانواع زيوت المفروض ابعد عنها. ده 1. 2، حمام البخار من ضمن الحاجات المهمه جدا. تاني جالي سؤال، ايه الاعشاب اللي استخدمها في حمام البخار؟ في حاجة عند العطارين هنا في مصر اسمها حشيشة الليمون أو ليمون جراس. حشيشة الليمون ده بنجيبه من عند العطار وبنجيب شوية منه وبنقوم حاطينه في حلة فيها مية. عايز تجيب مبشور الليمون أو مبشور، يعني إيه مبشور؟ يعني هنجيب البرتقانة أو الليمونة ونبتدي نبشرها ونحطها مع العشب ده. ممكن نجيب النعناع علشان يعمل عملية ريفرشمنت أو كالمنج، وبعد كده البخار كله بيطلع على الوش وبنقعد حوالي دقيقة. لو احنا حطينا بشرتنا في الحلة جامد جدا 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 ممكن يلهبها، ولو احنا ما حطيناهاش وبعدنا جدا مش هناخد الايفكت اللي احنا عايزينه، فنبقى متوسطين. دي حاجه من الحاجات اللي انا بقول عليها. في حاجه محتاجه اشرحها لكم اسمها بي اتش. دايما بنلاقي كريمات اسمها بي اتش او بتحافظ على البي اتش او البي اتش المتوازن. يعني ايه الكلمه دي؟ كلمه بي اتش معناها بوتنشال اوف هيدروجين. يعني ايه؟ يعني نسبة الترطيب في البشرة عادة المفروض ان هي بتبقى من 5 لـ7. اكتر من كده ممكن يسبب لي ان نوع البشرة يختلف، واقل من كده ممكن يسبب لي نوع البشرة يختلف. ايه اكتر حاجة تقدر تظبطها؟ من اكتر حاجات اللي بيظبط البي اتش اللي هو ولا يخلي البشرة دهنية دهنية قوي ولا جافة يبقى جافة قوي، هو خلي التفاح اللي انا كنت لسه بجيب سيرته. ومعلش هقول تاني، خلي التفاح بيعمل 3 حاجات: مضاد للفطريات، مضاد للبكتيريا، وبيخلي البشرة فيها نضارة. بنستخدمه ازاي؟ بنجيب خل التفاح عادي من عند اي عطار او من السوبر ماركت، بس ما ينفعش يتحط دايركت على الوش لان هو ممكن يبقى قاسي على البشرة الحساسة، فبنخففه بشوية مية عادية جدا. احسن طريقة نستخدم بيها المية ان احنا نغليها الاول، واقوم واخده ومقلبه كويس جدا ببخاخة، اقوم رشه على وشي. ده يعتبر تونر او مقوي للوش. ولو انتوا دخلتوا على الويب سايتس او دخلتوا على المواقع الالكترونية هتلاقوا ان ناس كتيرة جدا عندها حبوب بشكل كتير جدا جدا جدا، ابتدت الحبوب يروق. ده انا قلت ليه كل الحاجات دي كلها، قلت ليه البشره الدهنيه وقلت ليه البي اتش وقلت ليه حمام البخار، لان في اسئله جت كتيره. دلوقتي برضو هاخد اسئله تانية من الناس اللي قالتها لنا. ازاي اهتم بالبشره المختلطه مع انها جافه؟ ولا هي جافه ولا هي دهنيه، لسه قايل لك دلوقتي على حمام البخار. القشره، القشره بتاعه الشعر طبعا بتظهر اكتر او بتزيد اكتر في فصل الصيف. من الحاجات الكويسه جدا ليها خل التفاح. بس ازاي؟ بجيب مشط، لازم المشط يبقى خشب يا جماعه، لازم يبقى خشب، وبقوم حاطط فيها خل التفاح وابتدي اسرح الشعر. هل الريحه هتفضل موجوده؟ بكل امانه وبكل صراحه هتفضل موجوده، بس ده من العلاجات الكويسه جدا للقشره بتاعه الشعر. مساء الخير عليك، عايزه حاجه لتقليل الانتفاخات اللي تحت العين. بص يا ستي، تقليل في التفخ اي حاجه تحت العين ممكن تتظبط شويه لو هي مش وراثه، بس لازم اتاكد ان يبقى فيه استمراريه. ايه اللي يروق شويه تحت العين؟ عندك حاجه البطاطس، بس البطاطس لازم اخد شرايح رفيعه جدا. النشا اللي موجود جوه البطاطس دي بيقلل شويه البافي ايز او الانتفاخات اللي تحت العين. طب عايزه طريقه ثانيه او عايز طريقه ثانيه اعمل ايه؟ بجيب البطاطسايه وابشرها كويس قوي، واجيب شاشه من عند الصيدليه. بعد ما اخد البشر ده اقوم عاصرها كويس قوي، هتنزل ميه اسمها ميه الايه؟ ميه البطاطس. هقوم حاطط فيها قطنه واقوم حاططها تحت العين، هتروق مره في مره في مره الانتفاخات. طيب هقول سؤال تاني. شعري قصير وخفيف وناشف، ما تركت شيء الا وعملته ولكن بدون فايده. بص يا ستي، لو انت متاكده انك انت استخدمتي برودكتس او منتجات كويسه جدا، عملتي وصفات كويسه جدا، يبقى انت لازم تروحي للدكتور او لازم تروحي للدكتور الدرماتولوجيست اللي هو دكتور الجلديه، لان هو اصلا في المقام الاول اللي هيديكي كل النصائح الصح. طيب ممكن يبقى عندك نقص في الزنك، ممكن يبقى عندك نقص في فيتامينز كتيره جدا. ناس كتيره بتستخدم حاجات كتير قوي 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 وفي الاخر بيبقى عندهم نقص في الزنك اللي هو اكتر حاجه بتسبب ان الشعر ما بيبقاش قوي او بيبقى ضعيف. فطبعا لازم تروحي للدكتور علشان هو اللي هيقول لك تحللي تحليل ايه.
من فضلك يا حسام عايزه حاجه لتوحيد لون البشره والمسام الواسعه. المسام الواسعه دي عليك على التونر او المقوي اللي هو ميه في حله وتحطي فيها اي اعشاب. بعد ما تاخدي مستخلص الاعشاب ده تقومي واخده الميه بتاعتها وتحطيها على وشك على طول. ده اسمه مقوي، مش بيخلي المسام الواسعه صغيره، مفيش حاجه بتعمل كده. واللي هيقول لكم ان في وصفه ممكن تعمل كده يعني ممكن تبقى مدرسته، انا ما اعرفش. بس اللي انا بقول عليها ان التونر او المقوي بتاع ميه الورد، ميه اللافندر، ميه الاعشاب، ميه الشجر، الشاي الاخضر او وات ايفر، ده بيخليها تبان اكثر انكماشه. باي ذا واي يعني معلومه احب اقولها لكم، ان كل ما بنكبر كل ما المسام بتبقى واسعه اكتر. خليني اخد سؤال تاني. يا ريت تكلمنا عن الروتين اليومي للبشره، اتكلمت عليه قبل كده واحب اعيده علشان خاطرك. انا اسف انا ما بقولش الاسماء، هقوله لك تاني. احنا روتيني اليومي متقسم لحاجتين، مره الصبح ومره بالليل. ويعني ايه روتين؟ الروتين يعني حاجه لازم تتعمل بشكل دوري. ايه هو؟ لازم بنستخدم المنظف وبعد كده المقوي وبعد كده المرطب. نفس الفكره هعملها بالليل، المنظف المقوي المرطب. بس هقف هنا مش هقول كده وبس، على حسب كل نوع بشره، الدهنيه الجافه العاديه المختلطه. في مرطبات نازله عن طريق الجل، دي بتبقى كويسه جدا، وهبقى اقول لكم في حلقات جايه الفرق ما بين الجل واللوشن والكريم والحاجات دي كلها. حسام بعد اذنك، البشره الحساسه بعد ازاله شعر الوجه بتلتهب جدا، نعمل ايه؟ حاجتين. لو بشرتك حساسه جدا 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 تستخدمي الزبادي، لو بشرتك حساسه تو جافه او الدهنيه تبتدي تستخدمي التلج، بس ما تزيديش فيه علشان ما تبقاش اكثر حساسيه. يا ريت يا حسام تتكلم على اثار الحبوب. عندك الصنفره، الصنفره بتبقى ممتازه جدا للحبوب. احنا بعد الفقره دي ان شاء الله هنتكلم، هنعمل وصفتين او ثلاث وصفات، هنعمل حاجه منها ممكن تنفع صنفره للبشره وحاجه لتجديد خلايا البشره. جهزوا ورقه وقلم. حسام عايز محمد شوقي عايز زيوت طبيعيه لتكثيف شعر الدقن وتنعيمه. هقول لك لتنعيمه، زيت الجوجوبا كويس جدا لتهذيب او لتنعيم شعر الدقن. باي ذا واي من ضمن المعلومات اللي احب ان انا اقولها لكم جدا، ان شعر الدقن بيبقى شويه اخشن من شعر الراس، فلازم بنديله عنايه اكسترا بالزيوت او بالكريمات او بالبلسم عن الشعر الموجود اللي بيبقى موجود على الراس. فبالتالي بستخدم زيت الجوجوبا، بيبقى كويس جدا جدا وكمان مش بيزيت قوي، فالولاد مش هتبقى متضايقه منه. رديت عليك يا محمد. اسلام، هل حبوب تحت الجلد والمسام الواسعه؟ حلل الحبوب اللي تحت الجلد والمسام الواسعه ارجوك، وتفتيح البشره. الحبوب اللي تحت الجلد دي لازم تروح فيها لدكتور، لان مفيش حاجه وصفه، انا ما اعرفش وصفه طبيعيه ممكن تتحط على البشره تعالج من جوه، انما هو ممكن يقول لك علاج بالليزر. وفي ناس كتير على فكره بتخاف من الليزر او بيقولوا عليه غلط. في حاجات بجد بقت ممتازه ممتازه بتعالج كل حاجه ما بتخليش فيها مشاكل. شيماء محمد، بص يا سيدي، انا شعري بيقع، شفايفي بتغمق، بعمل لها سكراب، عايزه حاجه ما تطلعش حبوب في الوش ابدا، بس كده ويا ريت ترد. تحت امرك يا شيماء. شفايفي غامقه، هعمل لك وصفه بعد الفقره دي على طول. عايزه حاجه ما تطلعش حبوب، على حسب الهرمونز عندك عامله ازاي او الهرمونات عندك عامله ازاي، ممكن تبقى بتزيد جدا جدا في بعض الفترات فده بيطلع حبوب وبتتشال. اهم حاجه تتعاملي معاها ازاي؟ خليني اقول لك على حاجه سهله جدا، ان في ناس بيبقى عندها حبوب ممكن يجيبوا فوطه ويفضلوا يدعكوا فيها وشهم جامد جدا، وده حاجه غلط جدا، فبالتالي ممكن يسبب اكتر الحبوب. فانيلا قطن او تيشيرت قطن او منديل ناعم بنبطط بيه كده، ده ممكن يروق بشكل غير طبيعي. اسئله كتير قوي. عمار عدي او حاجه كده، او عمار يعني هو عمار، شعري فيه كميه قشره رهيبه، رديت عليك، بتخلي فيه حكه، ده لازم تروح فيه للدكتور، بيوصل لموضوع الجروح لازم تروح للدكتور. ابني التاني شعره هايش جدا 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 ومقصف وبيقع بشكل طبيعي. الشعر الهايش من الحاجات الكويسه ليه هو زيت جوز الهند، كويس قوي للشعر الهايش. سهر مش عارف. فايد، ايه افضل حاجه؟ الاسئله عماله بتقرا. ايه افضل شيء يتحط بعد جاي بقى اسامي منتجات. انت ممكن تحطي اي لوشن بعد ما بتعملي جلسه مساج للبشره او بتستخدمي الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي، بيتعمل بحركات دائريه وده بيبقى تمام جدا. اولا ماكاي تانوس، مساء الخير استاذ حسام، انا بشرتي جافه جدا وبين الحاجبين في خط قاسي جدا. بصي بقى، اما يبقى في خط قاسي جدا وديب قوي او عميق قوي، اكيد يعني انا برضو انا مش بحب اقول اكيد وعمم، انا مش هيبقى عندي وصفه ممكن تحطيها كده يعني
تستريتش قوي قوي الخط، او اللي هي تخلي الخط كده، ده بتضطري تروحي لدكتور علشان خاطر يشوف لك المشكله دي ويقدر يعملها لك، لان هنا بتحتاجي تعملي بوتوكس او حاجه زي دي. ضوافري بتتكسر قوي، ضوافري بتتكسر حلو قوي. بتجيبي زيت زيتون وتدفيه، بتدفيه حاجه بسيطه جدا طبعا مش بتغليه، بتدفيه وتقومي مدخله ضوافرك فيه. بيعمل ايه؟ بيخلي اللون كويس قوي بتاع الضوافر وبيخليها قويه جدا. انا عملت ليزر في وشي من اجل تفجير الاوعيه الدمويه، بس بعدها اصبح وشي حساس جدا جدا جدا. اعمل ايه؟ لازم تروحي للدكتور وتقولي له المشكله دي ايه. الدكتور اللي عمل لك ده حسام شعري متقصف قوي وهايش، قلت زيت جوز الهند. هيام سليمان، لو سمحت عايزه وصفه تنور وشي الباهت. علشان بشرتك تنور لازم تستخدمي صنفره، لان الصنفره بتشيل خلايا الجلد الميته، وبتبتدي بيبقى فيه زي فرصة ان الخلايا الجديدة هي اللي بتبتدي تطلع. زي ايه؟ الترمس المطحون، ده موجود في مصر جدا. طيب في البلاد العربية ما بيبقوش عارفينه. نجيب ايه بدل الترمس المطحون؟ ممكن تجيبي سكر وتطحنيه كويس جدا جدا، وتحطي عليه زيت زيتون او زيت لوز، او لو ما بتحبيش الزيوت حطي فيه جل الصبار، لو ما بتحبيش جل الصبار حطي مية ورد، قلبيه كويس قوي، حطيه على جنب. هقوم غاسل وشي بميه فاتره، ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي. هستخدم الصنفره بحركات دائريه واعوض. هل المفروض ان انا اعمل اي حركات تعبيريه او اضحك او ازعق او كده زي كل مره بقول؟ لا طبعا، بقعد من تلت ساعه ل 25 دقيقه. معلش بالمناسبه انا ما ينفعش افتي. بمعنى ايه؟ ما ينفعش يبقى الماسك موجود عليه ان انا اقعد 20 دقيقه والناس تفتي وتقعد 30. كل واحد زي ما قلنا منتج معمول لبشرة الرجالة، هم عارفين ان هو معمول لبشرة الرجالة، لان الرجالة سماكة بشرتهم 25% اكتر من السيدات. للاطفال بيقللوا جدا جدا الكيماويات اللي فيه. قال لك اقعد تلت ساعة، ما تقعدش ساعة الا ربع، لان ده ممكن يبقى للاثر السلبي. مهم، برجع اعمل الماسك ده، اقعد 20 دقيقة وبعد كده اغسل وشي كويس قوي. ناخد اخر سؤال، اخر سؤال. من فضلك لو ممكن تقول حاجة للشعر الأبيض نعمل فيه حاجة طبيعية. ما فيش يعني، أنا ما أعرفش أي حاجة طبيعية للشعر الأبيض تخليه أغمق. دلوقتي بقى فيه شامبوهات، حتى أنا مش عارف أسميها، بيبقى فيه شامبوهات بتدخل لون الشعر كله مع بعض، بيعمل عملية رينساج أو بيدخل لون كل الشعر مع بعضه. وفي طبعا الحنة، بس الحنة اللي هي لونها الطبيعي الأحمر، أما في حاجة بتبقى لونها أسود أعتقد أن بيبقى فيه داخل فيها كيميكلز وكمان بتوقع الشعر. فمين وايل إنها حاجة طبيعية بتخلي الشعر يرجع للونه الطبيعي، مش عارف. خليني اقول لكم برضو على حاجتين بما اننا دخلنا في الالوان. ايه الحاجه اللي بتخلي الشعر الاصفر بيلمع اكتر او بيخليه فيه حيويه جامده جدا؟ حاجه اسمها البابونج او الكاموميل. بنجيب البابونج او الكاموميل وبنحطه في ميه، بناخد المستخلص بتاعه وبعد كده بنقوم حاطينه على الشعر او بنشطف فيه الشعر، ده بيخليه بيلمع جدا جدا جدا. هنتكلم على العنايه للشعر الاسود والشعر الاصفر والشعر الاحمر وكل انواع الشعر في حلقات جايه كتيره. دلوقتي اهم حاجه تعملوها جهزوا ورقه وقلم، عشان في ثلاث وصفات سهلين جدا بس مفيدين جدا جدا جدا. قبل ما اروح للفاصل هقول لكم اي اسئله او اي استفسارات هتبعتوا لنا على الارقام او على الاكونت الموجوده على الفيسبوك والانستجرام اللي على الشاشه. استنوا فقره الوصفه الفقره الجايه. تحياتي. فقرة الرابعة وهي فقرة الوصفة. الوصفة النهاردة معانا ثلاث وصفات، ثلاث وصفات. أول واحدة فيهم بنتكلم على ماسك مقاوم للتجاعيد، وده في الموز. عايز أقول لكم إن الموز فيه فوائد كتيرة جدا، في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في من أكثر الحاجات اللي بيسموها بره حاجة مقاومة للتجاعيد بشكل غير طبيعي، وهو أنتي أوكسيدنت. يعني إيه أنتي أوكسيدنت؟ يعني ضد الأكسدة. يعني إيه ضد الأكسدة؟ ضد الأكسدة اللي هي من كتر العادات الغلط اللي إحنا بنعملها كلنا، زي ما بنتعرض للشمس أو زي ما بناكل الأكل الغلط، ده بيسبب أكسدة في جسمنا، زي ما يبقى الموز بيسود أو زي كده. فإيه الحاجات اللي لازم نستخدمها؟ لازم نستخدم فيتامين إي، موز، حاجات ضد الأكسدة علشان تخلي البشرة فيها حيوية
ونضاره اكتر. قبل ما اقول الوصفه عباره عن ايه، عايز اقول لكم ايه هي الوصفه الثانيه، هي صنفره الشفايف. صنفره الشفايف هنقول لكم ليه الشفايف بتسود او بتغبق، لان كان لسه في حد بيسالني دلوقتي. الماسك الثالث وهو ماسك لتجديد خلايا البشره. ندخل في اول واحد على طول. اول واحد على طول والمفروض ان هو هيطلع لنا دلوقتي على الشاشه، اسمه ماسك مقاوم للتجاعيد. مكتوب فيه ايه؟ 2 ثمره موزه مهروسه، 2 ثمره موز مهروس، 1 معلقه صغيره عسل، ونص ليمونه. طبعا الليمون ده علشان خاطر الناس اللي بشرتها دهنيه. معلش هعيده تاني، هقول ماسك مقاوم للتجاعيد فيه موز، وهقول ليه الموز دلوقتي، فيه عسل 1 معلقه صغيره عسل، وفيه نص ليمونه. طيب خليني بقى اقول لكم على حاجه، الموز زي ما انا قلت لكم لازم يبقى مهروس بشكل غير طبيعي، وفي ناس معلومه غلط معلش بالمره بيستخدموا الليمونه ويقوموا حاطينها على بشرتهم كده. طبعا الليمون اما بتيجي تستخدمه على بشرتك كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هي بتلهب الوش جدا، حتى موجود في الويب سايت او موجود في بعض المقالات ان استخدم الليمون علشان بيفتح وعلشان هو هايل وعلشان فيه فيتامين سي وعلشان هو هايل اكتر للبشره الدهنيه والمختلطه. انا مع ده، بس لازم يتخفف، ما ينفعش اخد الليمونه واحطها على كوعي كده علشان تفتح الكوع، لازم يتخفف بميه. نرجع تاني للوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا هي عباره عن 2 معلقه صغيره موز، بس لازم طبعا يبقى مهروس. ادي كده 1، ادي 2. طيب معلش تاني، الموز علشان ما يسودش او علشان ما يتاكسدش بسرعه بعمل ايه؟ بقوم هرسه كويس جدا او بخليه ماشد او عامل زي البيوريه بالظبط، وبعد كده استخدمه على الوش. وبعد كده هستخدم نص ليمونه اهو، ليمون فيتامين سي، يبقى انا كده حطيت حاجه فيها البوتاسيوم وفيها المغنيسيوم وفيها فيتامين سي. اشيل بس البذر كده اوكي، واقلبه كويس قوي قوي. وبعد كده بعد ما اقلبه، انا الصح يعني خليني اقول لكم الرول او القانون بتاع الماسكات، ان انا كل ما احط حاجه لازم اقلب كويس جدا. وبعد كده هقوم حاطط نص سوري معلقه صغيره من العسل. يبقى انا كده العسل ده ضد البكتيريا، ضد البكتيريا، فينفع للناس اللي بشرتها فيها حبوب. وبعد كده الموز مقاوم للتجاعيد، وطبعا الليمون بيفتح البشره جدا جدا جدا. بقلبه كويس قوي بحيث ان كله يبقى داخل في بعضه، وبعد كده بالمنظر ده هو كده بقى التكستشر او الملمس بتاع الماسك بالظبط. اعمله ازاي؟ اغسل وشي بشويه ميه فاتره، والوش وهو مبلول بجيب فرشه الماسك ده واقوم حاطه على بشرتي كده، وطبعا بقعد مستلقي على ظهري علشان الماسك ما يقعش، وببقى لابس فوطه. تلت ساعه بالكتير، يعني خلينا نقول في الماسك ده معلش اعذروني 10 دقايق علشان في موز فبيسود، ما بجيش خالص تحت منطقه العين. هو ده الماسك اللي معايا، احب اعيده تاني، 2 ثمره موزه مهروسه، 1 معلقه صغيره عسل، وبعد كده نص ليمونه، بيبقى هو ده الملمس بتاعه بالظبط. هدخل على الماسك التاني، ماسك لتجديد خلايا البشره. هيطلع معانا في الشاشه ماسك تجديد خلايا البشره، عباره عن زبادي خالي الدسم، دي اول حاجه، زبادي خالي الدسم وزيت زيتون. يبقى هو عباره عن زيت زيتون وزبادي خالي الدسم. هنا موجود على الشاشه فرشه الماسك علشان اقول لكم ازاي نستخدمها بفرشه الماسك بالظبط. يبقى ماسك لتجديد خلايا البشره، زبادي وزيت زيتون. طب افرض انا دلوقتي حالا بعد ما بتفرج عليك عندي الزبادي بس ما عنديش زيت زيتون، عادي جدا ممكن نستخدمه. ممكن اعمل حركه صغيره جدا اهو، شايفين ادي كده الزبادي اهو، وببتدي استخدمه كانه كريم على الايد، على الايد بالطريقه دي، وبعمله على واسع، وبسيبه من 10 دقائق ل 15 دقيقه. مش هيعمل اي حاجه، بالعكس هو هيعمل ايه؟ لو هيعمل تقشير طبيعي للبشره اهو. بصوا، ولا مدهن ولا عامل اي حاجه، تقشير طبيعي للبشره، لان في حاجه اسمها الفا هيدروكسي اسيد، هو ده اللي هو بيعمله. طيب لو انا بقى عايز اعمل ماسك للوش، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب مقدار معلقه صغيره من الزبادي كده، وعلى فكره ممكن اجيب كمان نص معلقه صغيره زيت زيتون او اهو، واقلبه كويس قوي. ده بيطري الوش تطريه رهيبه. بس الغرض من الماسك ده ايه يا جماعه؟ اني لازم اقلبه كويس قوي قوي، علشان لو ما قلبتوش كويس هيخلي البشره لونها ابيض، مش هيخليه
معلش انا عايز اعمل كده، هعمل كده اهو، وابتدي اخد بايدي كده، ابتدي مثلا احطه على اهو، واعمل على واسع. شايفين انا بعمل بحركات دائريه كده اهو، مش بيزيت ولا بيدهنن، وفي نفس الوقت بيطري جدا 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 اهو، ولا هتلاقوا اي لمعه ولا تزيد ولا دهننه. هو ده الماسك بتاع الزبادي، لان في ناس بتخاف جدا ان هو يزيد او يدهنن. يبقى ده تاني ماسك. ده بيعمل ايه؟ ده بيعيد تجديد خلايا البشره. ليه؟ لانه بيعتبر تقشير طبيعي للبشره. خلينا نتكلم في اي حاجه، في الحاجه اللي بعد كده هنجيب سكر. سكر طب هقولها علشان تبقى ظاهرة على الشاشة. الوصفة اللي جاية هي لصنفرة الشفايف، عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكر بني، سواء عايزين نطحنه او لا، سكر بني وعسل ابيض وفرشة سنان. هقول لكم هنعمل ايه فرشة السنان دلوقتي. تاني، سكر بني وعسل ابيض وفرشة سنان، ده صنفرة للشفايف. طيب كان جاي لي سؤال من شوية بيتكلم على ان الشفايف غامقة جدا او بتقشر او مقشفه او فيها جفاف غير طبيعي، نعملها ازاي؟ هاجي كده اهو، هرتب بس الدنيا. هنجيب شويه سكر بني، هجيب مقدار معلقه مثلا او خليها معلقتين، وبعد كده هجيب عسل مقدار معلقه اهو، عامل كده اهي، وهجيب زيت زيتون علشان اقلبه كويس قوي. طيب اهم حاجه او الاكتيف انجريدينتس او المكون الفعال في الوصفه دي هي ايه؟ هي السكر، علشان خاطر يعمل لي عمليه السكرابنج اهي. انا بقى بما اننا تايم هعمل حركه كده وخلاص. هنجيب ده واقوم عامل ادي فرشه سنان اهي، ونبتدي بقى نعمل الصنفره كده اهي. طبعا مش بعملها في السنان، بعملها على الشفايف. وما باجي اعملها الصح ان انا اعملها بحركات دائريه كده. اتحدى ان حد يعمل الوصفه دي وبعد ما يخلصها ما يلاقيش ان في مشكله في جفاف الشفايف او بشرة الشفايف افتحت عن الاول. وصفة سهلة جدا، وصفات سهلة جدا. استنونا بكرة في حلقة جديدة من حلقات ان بوكس الساعة 3، واستنوا فقرة مايت وردي من الجمعة الجاية من 6 ل 7. اشكركم، تحياتي.